مساء الخير على حضراتكم في كل مكان. في البداية وقبل ما نبدأ مناقشتنا للأحداث الساخنة التي تمر بها العاصمة الفرنسية باريس وتغطيتنا من القاهرة وفرنسا لآخر تطورات الأحداث في فرنسا، قبل ما أقول أي حاجة الحقيقة أحب أشكر اللجنة القومية للسكر بالتعاون مع وزارة الصحة على تكريمي النهاردة صباحا وإهدائي درع في المؤتمر الصحفي اللي تم صباح اليوم بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين. الحقيقة التكريم ده تم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسكر اللي هو النهاردة، وبالتزامن مع أكبر حملة دولية للتوعية ضد المرض. بالمناسبة الاحتفال والمؤتمر تم تنظيمه في نفس التوقيت في أكثر من 100 دولة حول العالم، مصر من ضمن 100 دولة وتحت إشراف الاتحاد العالمي لمكافحة مرض السكر. حقيقة خلال الاحتفال هيتم إنارة برج القاهرة والمعهد القومي للسكر، زي ما هنشوف النهاردة لو حد بص على برج القاهرة هيتم إضاءته باللون الأزرق رمز لمرض السكر، عملا بتوصية منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة. حقيقة التكريم كان على جهود برنامج مفتاح الحياة في التوعية ومساعدة مرضى السكر، اللي احنا بنعتبر ان ده من اهم اولوياتنا ومن اهم الرسائل اللي بيوجهها البرنامج للمشاهد. ومش مرض السكر بس، احنا الحقيقة بنحاول دايما تقديم المساعدة بكل ما نستطيع، ولأي حد بيتواصل معنا او بيطلب مننا المساعدة دايما بنقول ربنا يخلينا سبب لده، سواء كان علاج أو حل مشاكل من أي نوع، وبقدر المستطاع وربنا دايما يقدرنا على كل خير. وفي الأول في الآخر البرنامج ده من المشاهد المصري وللمشاهد المصري، وطبعا مرة تانية أحب أشكر اللجنة القومية للسكر. كمان قبل البداية برضو لازم أشير إلى لفتة مهمة جدا وإنسانية جدا من قبل الدولة المصرية تضامنا مع كل من روسيا وفرنسا ضد الإرهاب. قررت وزارة الأثار بالتنسيق مع وزارة السياحة في مصر إنارة أهرامات الجيزة بمنطقة الصوت والضوء غدا الأحد الساعة 9:30 تماما في المساء، وسيتم رفع أعلام كل من مصر وروسيا وفرنسا في منطقة الأهرامات، وبيتم تطبيق نظام الإنارة بطريقة تعكس مرة علمي فرنسا مصر وروسيا ومرة أخرى علم مصر وفرنسا معا. خلونا نبدأ سريعا في الجولة. الحقيقة الأحداث حقيقي صعبة، وأسبوع جديد ولقاء جديد مع حضراتكم في مفتاح الحياة. دايما بندعي للمصريين أنه أشوفكم دايما بألف خير وألف سلامة، وربنا يحميكم ويحفظكم ويحفظ هذا الوطن. في توقيت مشابه زي دلوقتي أو تحديدا كانت الساعة 10:15 مساء بالأمس وقع حادث إرهابي كبير جدا، حادث إرهابي تضمن عمليات نوعية متزامنة في أكثر من مكان في نفس التوقيت. الحادث ده أسفر عن احتجاز بعض الرهائن إلى جانب سقوط عشرات بل مئات القتلى والمصابين. احنا مش هنقدر ان احنا نضع عدد بالضبط لان هناك تزايد مستمر في الأعداد. أول حاجة تم إعلانها هي كانت 18 قتيل فقط، بعدين وصلوا 45 ثم 100، على آخر الليل وصل عدد القتلى ل 145، وخلال الساعات الأخيرة بيتزايد العدد بسبب الإصابات الخطيرة والحالات الحرجة اللي بيمر بيها أغلب الجرحى والمصابين، حتى إنه رقم ربما يكون تخطى كمان 200 قتيل. أعتقد أنه رقم قابل كمان للزيادة للأسف الشديد، يعني كل يأسة وأنا بقول هذه الأنباء. الحادث الإرهابي الكبير جدا ده فين؟ مش في سيناء لا قدر الله وربنا يحميها ويحفظنا جميعا، ولا في سوريا ولا في العراق ولا ليبيا ولا اليمن. هذا الحادث المأساوي الدموي الخطير وقع في قلب أوروبا، في عاصمة الفن والجمال والحضارة والثقافة والفلسفة في باريس، العاصمة الفرنسية. طبعا كل تعزينا للشعب الفرنسي وكل حزننا الشديد من عميق وجداننا كمصريين على أرواح الضحايا الفرنسيين، وبكل صراحة وصدق وتضامن نحن ندين ونرفض ونستنكر هذا الاعتداء الإرهابي الهمجي غير الإنساني وغير الديني وغير الأخلاقي، ويعني حدث ولا حرج. لكن عندنا كذا نقطة الحقيقة محتاجين إن احنا نتوقف عندها قليلا، كذا حاجة موجودة جوه قلوبنا احنا عايزين نقولها ولازم نوضحها. هو إحنا مش قلنا قبل كده إن الإرهاب اللي بيهدد المنطقة هيمتد إلى أوروبا وما وراء أوروبا؟ وكذبتونا
هو احنا مش كنا حذرنا وقلنا يا جماعة اقفوا معانا، خلونا كلنا ايد واحدة ضد كل اشكال التطرف والتشدد والعنف والارهاب؟ قلنا الكلام ده، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي وقتها. انا هكمل مع حضراتكم، لكن معانا على الهاتف مسيو جورج مالبرونو، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من صحيفة لو فيجارو. أهلا وسهلا و بونجور مسيو. وي بونجور. Tout d'abord, quels sont les derniers résultats des enquêtes jusqu'à présent? Oui, je vais répéter. Quels sont les derniers résultats des enquêtes jusqu'à présent? Est-ce qu'y a-t-il des fils indiquant si les planificateurs de l'acte sont des Français ou des Européens? Alors, d'après ce que l'on sait, حتى ما نم إلى علمنا، هناك فرنسي بين من قاموا بالهجوم هو باريسي الأصل، وهو ذو 30 عاما وقد حاجم المسرح، وهناك أيضا جواز سفر سوري بالقرب من أحد الإرهابيين الذي قام بتفجير نفسه بالقرب من استاد فرنسا حيث دار ماتش لكرة القدم، وقد تم تحديد جنسية أحد اليونانيين. هذا ما تم توصلت إليه التحقيقات، وهي التحقيقات التي تمت بعد 24 ساعة من الحادث. ولكن هل تم التوصل إلى جنسية أو هوية أي ممن شاركوا في العملية؟ لم، هناك على الأقل واحد من الفرنسيين، وقد يكون كثر، ولكن بعض من ممن هربوا إلى بروكسل، فتم التفتيش في بعض السيارات التي تمت استخدامها تم تسجيلها في بلجيكا، فأظن أن هنا بعض من يحملون الجنسية البلجيكية والفرنسية ممكن ينخرطون في هذه العملية. نحن هنا في الشرق الأوسط نواجه الإرهاب أيضا، لكن لدينا مشاعر بأن الغرب يكيل بمكيالين تجاه ما نتعرض له واتجاه ما يتعرض له هو في نفس الوقت. ما هي وجهة النظر الفرنسية إزاء هذا الأمر؟ إن فرنسا تواجه الإرهاب منذ عدة أشهر كما تعلمون. إن فرنسا من التحالف الذي يضرب في داعش في سوريا، والمصالح الفرنسية مهددة نتيجة لمؤازرتها للحرب ضد داعش، وقد أعلنه الإرهابيين عدة مرات أنهم سوف يوجهون ضربة قاسمة لفرنسا. إن فرنسا معرضة بشكل واضح وصارخ للإرهاب نتيجة لموقفها من داعش، لأن في داعش في سوريا وفي العراق. répercussions sur les arabes et les musulmans. دائما ما تنعكس احداث الارهاب في بلدانكم على العرب وعلى المسلمين بشكل عام، وهذا ما يقلق هذه الجاليات، فما تعليقك؟ نعم بالفعل، منذ عدة أشهر في فرنسا هناك توجسات من الإسلام فيما يسمى بالإسلاموفوبيا، فإن بعض الفرنسيين منخرطين في هذا
المنخرط و... فأن بعض الفرنسيين قد يلحقون بصفوف تلك الجماعات الإرهابية، فبعض من الفرنسيين والذين ينتمون إلى المجتمع الفرنسي ولكن ينتمون إلى الإسلام، وقد ينمي ذلك من الضغائن إزاء ما يلاقونه من توجسات الناتج عن مكافحة الإرهاب، ولكن هذه نسبة لا تتجاوز الكثير من الأهمية، فهي نسبة صغيرة للغاية. دعت مصر أكثر من مرة لمؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب، وفي كل مرة لا نجد استجابة أوروبية. هل تدفع الأحداث الأخيرة للتعاون بين الشرق والغرب لمكافحة الإرهاب؟ يجب أن نأمل في ذلك، ويجب زيادة التوعية لذلك بالنسبة للجميع، فإن داعش تمثل خطر على الأمن، فما نراه في سوريا فيجب النداء بتضافر الجهود من الأمريكان والروسيين والآخرين بالنسبة لسوريا والخطر التي يمثله داعش. فداعش هو الخطر رقم واحد الذي يفرض نفسه على الساحة، وقد تم اتخاذ الإجراءات العسكرية ولكنها ليست بالكافية، والقصف الجوي لن يكون مجدي، فيجب أن نوجه لذلك حل سياسي ونوجه له المجتمع الدولي ولمحاولة إقناع بشار الأسد. يجب زيادة الوعي بالنسبة للعالم أجمع، ويجب أن يتعاون العالم أجمع كرجل واحد لمكافحة هذه الظاهرة. شكرا سيد جورج مالبرونو. أستاذ جورج مالبرونو المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في صحيفة لوفيغارو الفرنسية كان معنا عبر الهاتف من باريس، ووضح لنا الصورة، وأرجو أن تكون الصورة اتضحت لحضراتكم، ويعني إحنا دايما ما زلنا بنتابع آخر التفاصيل. كان دايما بتخرج منظمات وكان بيخرج مسؤولين دايما يشككوا في حقيقة الموقف المصري لما كنا بنتكلم في موضوع الإرهاب، وبيشككوا في الكلام اللي احنا قلناه على المستوى الرسمي وكمان على المستوى الشعبي، سواء اللي قاله رئيس أو حكومة أو إعلام أو وفود شعبية ودبلوماسية خرجت للخارج من أجل توضيح الصورة. لكن الواقع هو اللي بيثبت كل يوم إن كلامنا احنا كمصريين صح، ومؤشراتنا كنا قرأناها بدقة، وإن الإرهاب ظاهرة عالمية بتهدد الجميع، وإن هو الخطر الأول والأكبر اللي يجب أن يتم التصدي له بكل قوة وبكل حزم ممكن، بدون أي رأفة أو بدون أي ميوعة أو تبرير أو أي كلام، أنا أسفة كلام فارغ. تقريبا 5 ساعات هي مدة تسلسل الحادث الإرهابي وتطوره. إحنا ممكن نستعرض مع حضراتكم دقيقة بدقيقة علشان تكونوا موجودين معنا في المشهد وفي الصورة بكل تفاصيلها. الواقع بدأت في تمام الساعة 10:15 مساء، 10:15، شهدت وسط العاصمة الفرنسية باريس دوي انفجارات واسعة، تحديدا في محيط استاد فرنسا الدولي. ده حصل بالتزامن مع مباراة كرة قدم كانت بين منتخبي فرنسا وألمانيا. الساعة 10:30 يعني بعد 5 دقائق بالضبط، الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اللي كان مفروض يحضر المباراة غادر الاستاد فورا. 10:36 فرنسا بتعلن عن سقوط 18 شخص على الأقل في الهجمات. 10:40 الشرطة الفرنسية بتعلن أنه توجد عملية اختطاف لعشرات الرهائن. 10:45 الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بيتوجه إلى مقر وزارة الداخلية وبيشرف بنفسه من مقر الوزارة على سير الأوضاع بعد الهجمات الدامية، ويرأس خلية أزمة لإدارة الحدث. الساعة 11:02 الشرطة الفرنسية أعلنت أن 3 عمليات إطلاق نار على الأقل وربما 4 في محيط مسرح باتكلا ثياتر بالدائرة 11 في العاصمة الفرنسية وشارع شارون بالدائرة 10 في باريس.
11:18 دقيقة رئيس الوزراء البريطاني بيبدي صدمته إزاء اعتداءات باريس، 11:46 دقيقة إعلان ارتفاع حصيلة اعتداءات باريس إلى 35 قتيل على الأقل، 11:52 دقيقة بلدية باريس بتدعو سكان العاصمة لملازمة منازلهم بعد الاعتداءات المتزامنة، 11:56 أوباما يعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد فرنسا في جلب الإرهابيين أمام القضاء، 11:58 الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بيؤكد في كلمة له أن باريس هدف لاعتداءات إرهابية غير مسبوقة، 11:59 إعلان ارتفاع حصيلة اعتداءات باريس إلى 25 قتيل ونحو 50 جريح بحال حرجة، 12 دقيقة بعد منتصف الليل الرئيس الفرنسي أولاند بيعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد وبيطلب تعزيزات عسكرية لمنع وقوع اعتداءات جديدة وبيعلن أيضا إغلاق الحدود الفرنسية، 12:23 ألمانيا بتبدي صدمتها الشديدة وروسيا بتدين اعتداءات باريس المنافية للإنسانية وتعرض المساعدة في التحقيق، ساعة واحدة بعد منتصف الليل مصادر فرنسية بتعلن أن اعتداءات باريس جرت في 7 مواقع مختلفة، 1 دقيقة الشرطة الفرنسية بتشن هجوم على مقر احتجاز الرهائن في باريس، 1:05 وبعد دقائق من بدء عملية الإخلاء سقوط عشرات القتلى وارتفاع الأعداد من 30 إلى 40 قتيل إلى أكثر من 100 قتيل، 1:47 دقيقة نشر 1500 جندي إضافي في باريس إثر الاعتداءات وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء فرنسا وتشديد الإجراءات الأمنية في الدول المجاورة. اللي عرضناه قدام حضراتكم ده تسلسل وتطور الحدث لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة. كل الكلام ده حصل بنتكلم مثلا في 3 ساعات بالكتير. التطور السريع ده أنا بس بحب دايما أن مشاهد مفتاح الحياة يكون مطلع بكل تفصيلة وبصورة بوضوح ويعني بكل تفاصيلها. طيب نشوف حالة الطوارئ دي بتعني إيه في فرنسا وإيه حكاية قانون مكافحة الإرهاب عندهم. ما هو عندهم قانون لمكافحة الإرهاب زينا على فكرة وإجراءاته كمان أصعب وأشد قسوة، وكل الدول الديمقراطية الكبيرة أعتى الديمقراطيات في العالم عندها نفس الأمر ويمكن زيادة، بس تيجي بقى لحد عندنا احنا ويبقى لا حاسب بيدلعوا ساعتها قانون مكافحة الإرهاب وبيسموه عندنا انتهاك لحقوق الإنسان، أو ساعات في ناس بتحب تسميه تعدي على الحريات، بيحلو لهم ذلك أنا مش عارفة ليه مع أن العالم كله قصاد الإرهاب النهاردة أصبح في مركب واحدة زي ما بيقولوا. طيب نشوف قانونهم بيقول إيه. سنة 2006 أصدرت فرنسا قانون مكافحة الإرهاب وشهد القانون 14 تعديل من صدوره لحد النهاردة، كل شوية كان بيتم تجديده أكتر وتطويره بما يشهده العالم من تطور لوسائل وأساليب ومخططات الإرهاب. بينص القانون الفرنسي على جواز مراقبة الهواتف والإنترنت وزرع كاميرات مراقبة في الأماكن العامة وملاحقة أي فرنسي بيسافر للتدرب على أعمال إرهابية خارج البلاد حتى لو لم يرتكب أي عمل مسيء في فرنسا. شايفين القانون عامل إزاي؟ أما تعدل القانون في نوفمبر 2014 قبل الهجوم على صحيفة شغلي إبدو الساخرة، ونص التعديل على منع وتجريم الفرنسيين حال السفر للانضمام للجماعات الجهادية في سوريا بعد انضمام مئات الفرنسيين لتنظيم داعش، ومصادرة جواز سفر وبطاقة هوية كل من أمضى ما بين 6 أشهر إلى 2 عامين هناك، ومنع المشتبه بانضمامهم لتنظيم داعش مجرد اشتباه بس من دخول فرنسا، ومراقبة السلطات للمواقع الإلكترونية التي تدعو للتطرف ومطالبة مديرها بمسح المحتويات المتشددة وحظر المواقع التي تدافع عن الإرهاب بأي شكل وبأي صورة. بعد 9 سنوات من العمل بالقانون القديم قالوا لا بقى كفاية تعديلات لحد كده، القانون ده ما عادش نافع خالص ولا عارف يوقف الإرهاب، وخرج للنور في مارس اللي فات على طول قانون جديد باسم تعزيز مكافحة الإرهاب، طرحته الحكومة الفرنسية ووافق عليه فورا البرلمان، والقانون ده بينص على جواز اختراق من وصفهم بالإرهابيين المحتملين ومراقبتهم من خلال أذونات إدارية دون الحاجة إلى موافقة قضائية. البعض هناك انتقد القانون ده في وقت صدوره، والحكومة الفرنسية طبعا لازم أن هي تدافع عن هذا القانون، وقالت في بيان لها في مثل هذه الظروف التي تمر بها فرنسا والعالم
لابد من خطوات احترازية لحماية المواطنين الفرنسيين، فالإرهابيون المتطرفون ما زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي من أجل بث سمومهم وإعلاناتهم التي تشجع الشباب على الالتحاق بالجهاديين في العراق وسوريا. لذلك نحن بحاجة لإجراءات مشددة، وأن هذا القانون سيتيح حماية البلاد والشعب الفرنسي، لأنه سيعطي صلاحيات استثنائية وجديدة لرجال شرطة الحدود والمطارات والموانئ الفرنسية، مع الإبقاء على انتشار 7000 جندي بشكل دائم على الأراضي الفرنسية، والرقم ده قابل للزيادة في حالة حدوث أي طوارئ. ده اللي حصل بعد حادث الأمس. أمر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بزيادة هذا العدد والاستعانة بقوات الجيش عقب إعلانه حالة الطوارئ في البلاد. مواقع التواصل الاجتماعي بقى تسكت على كده؟ لا، ما سكتتش. بعد الحادث على طول بدأنا نشوف هاشتاجات كتير تم تدشينها على فيسبوك وتويتر. الحقيقة أنا هتكلم عن الهاشتاجات اللي هي الإيجابية. في هاشتاج بيقول تويت كأنك ناشط فرنساوي بالصاد مش بحرف السين، ده طبعا تهكم. ده كان من أبرز الهاشتاجات اللي انتشرت بعد ساعات قليلة جدا من الحادث الإرهابي. رواد الموقع التواصل الاجتماعي ووجهوا انتقادات شديدة للنشطاء اللي عندنا هنا في مصر، أو يمكن لشريحة معينة عشان ما ظلمش حد من النشطاء، لكن بطريقة تهكمية. الشريحة اللي هي بعد كل حدث أو بعد كل أزمة أو مشكلة تحدث في مصر تلاقيهم يا إما شمتانين، يا إما بيبرروا الإرهاب، يا إما بيغلبوا مواقفهم السياسية الرخيصة في لحظة مفروض كلنا كبلد نصطف فيها صف واحد، أو على الأقل لتقل خيرا أو لتصمت، لأنه من فمك تدان. دي لحظة بيكون فيها دم وأرواح ناس أبرياء. في أحمد أبو علي على هاشتاج تويت كأنك ناشط فرنساوي قال اللي حصل في فرنسا إرهاب، إنما اقتحام وحرق الأقسام والسجون في مصر وتعذيب مواطنين أبرياء ده اسمه ثورة. إسراء سعد تهكمت بسخرية على بعض الدعاوي الساذجة اللي يعني بتهرج في الأوقات اللي ملهاش لازمة الحقيقة، وقالت لازم أولاند يرحل ويتكون مجلس رئاسي مدني، مش هنسمح بالمحاكمات العسكرية. ده طبعا تريقة على خيبة الناس اللي كانت بتتكلم بالطريقة دي. وفي حساب آخر باسم مصري وأفتخر صاحبه قال فرنسا كلها على قلب رجل واحد، وما شفتش ناشط خسيس شمتان ولا معارض مشتاق بيهاجم أولاند الرئيس الفرنسي، ولا شفت لفظ ما بين قوسين ملوش لازمة اللي عندنا. انتوا طبعا فاهمين، انتوا مش غرب يعني. اكيد ده كل مين تاني يا وليد؟ معانا استاذ سمير العيطة، رئيس تحرير صحيفة لوموند الفرنسية سابقا. مساء الخير استاذ سمير. استاذ سمير مساء الخير. مساء الفل. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انا عايزه اشوف المشهد الفرنسي بعيون حضرتك، اكيد في بعض التفاصيل على الارض حالا واحنا بنتكلم وحضرتك يمكن ملم بيها اكتر، عايزه اسمعها وعايزه اعرف وجهه النظر الفرنسيه تجاه الحادث. اولا لما حصلت الامور انا كنت في لندن، و صار في إشكال إن في قطر من لندن لباريس ولا لا، وأخذت القطر وكل القطر شغالة، لكن الناس قليلين بما أنه كل المرافق السياحية أغلقت. كان المقطورة اللي 900 شخص كان فيها 5، وأقل بكثير من العادة. وباريس الحياة الطبيعية، وحتى المترو خلاص والناس في الشوارع أقل من العادة، ولكن بكل جرأة قاعدين في القهاوي زي العادة، بيشربوا مش خايفين. هلأ في بعض الأماكن بناتها مكان اللي أسكن فيه مغلقين، ولازم توري الباسبور لحتى تخشي بيتك أو تروحي تجيبي من الحاجز الشخص اللي عايز يزورك. عشان هي دي الإجراءات الموجودة حاليا يعني. الناس متضامنين، بيروحوا بيحطوا شموع على الأمكنة اللي صارت فيها الأحداث الإرهابية. الناس قلقين ولكن حتما متضامنين مع بعضهم ومع الحكومة في وقت زي ده. البلد كلها
معرضة لهجوم إرهابي زي ما قال الرئيس الفرنسي إنه دي حرب. صحيح. في جو الحرب كلهم بيوقفوا مع بعضهم. والمفروض إن أي دولة وأي شعب وأي وطن يعني في وقت الحرب ما فيش شعب، في وقت الحرب كله جيش. فأنا شايفة الحقيقة كمان في تعاون شديد قوي من الفرنسيين، عملوا هاشتاج بورتو فيرت، انه الناس بدات تدعو على تويتر انه اي حد بلا مأوى في الوقت ده او اي حد من الضحايا او اي حد تم تشريده لاي سبب انه بيوتهم مفتوحه، الباب مفتوح امام الناس كلها. فدي كانت لفته جيده جدا الحقيقه من الفرنسيين. صحيح. والشعب شعوب يعني بمعزل عن سياسات حكومتها، ان كان امام الحادث الارهابي وان كان حتى بقضايا اللاجئين، فرنسا تعرفي ما أخذتش لاجئين كتير، ألمانيا هي أخذت الموجة الكبيرة، ولكن ده قرار حكومي، ولكن الناس والمجالس المحلية والقرى الصغيرة كلها تطوعت إنه تاخد لاجئ، تاخد لاجئين، تاخد عيلة تساعدهم، توكلهم، تسكنهم، ودي حاجة حلوة. ده جيد جدا الحقيقة. أشكرك شكرا جزيلا يا فندم يعني على هذه المداخلة وعلى توضيح الصورة، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقة يمكن فرنسا كانت يعني بدأت كلها أوروبا نفس يعني أنه زي ما بيقولوا يعني في الفترة الأخيرة كان في حالة استبعاد شوية أن أحداث زي كده تحصل، ولكن احنا دايما في اطار المتابعه، وكنا احنا كمصريين بنتكلم وكنا قلنا انه لازم يبقى في تعاون مشترك ما بين الدول كلها، انه لازم نتعاون لانه الارهاب ده خطر داهم ممكن يطول اي دوله في العالم وباي طريقه. خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعده نكمل كلامنا ونكمل تداعيات الأحداث الفرنسية في شكل تحليلي كما جرت العادة، ثم نستقبل ضيوفنا بعد ذلك. الحقيقة احنا هنتوقف قليلا عن موضوع تحليل ما يحدث في فرنسا، لانه علشان نقدر نحلل المشهد مظبوط لابد ان احنا يكون يعني في ايدينا الدلائل او المؤشرات او المعطيات اللي موجودة عشان نبتدي ان احنا نرتبها مع بعض ونبتدي نشوف صورة واضحة. احنا هنرجئ هذا الامر لبكرة وهنشرح كل شيء بالتفصيل، ولكن طبعا ما يحدث في العالم من حولنا لابد ان هو لا ينسينا انه احنا الان بنقترب من اجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. الحقيقة في الصراع الان ازدادت سخونة الدوائر الانتخابية في المحافظات ال14 اللي هتجري فيها الانتخابات يوم 23 يوم 22 و23 من الشهر الجاري. في مرشحين ما زالوا يتبعوا سياسة الرشاوة الانتخابية والرشاوة السياسية في سبيل حصد أكبر عدد من الكتل التصويتية في دويرهم، ده اللي احنا بنسميه المال السياسي. وفي كتير من المرشحين بيعانوا من ده، في الوقت اللي مرشحين آخرين قرروا ان هم يشتغلوا على أرض الواقع بسياسة طرق الأبواب للتعرف على مشاكل المواطنين وأهالي الدايرة بنفسهم، ويكون في تماس مباشر وحقيقي ما بين المرشح والناخب. الحقيقة مرشحي الوفد اللي بيخوضوا ماراثون الانتخابات قرروا ان هم يتعاملوا بسياسة طرق الأبواب عشان ان شاء الله بعد نجاحهم هيكون عندهم فرصة كبيرة للتعبير عن مشاكل المواطنين تحت قبة البرلمان من خلال استخدام الأدوات الرقابية الممنوحة لكل ناخب. الحقيقة النهاردة في مفتاح الحياة احنا قررنا احنا كمان اننا نتبع سياسة طرق الأبواب لتعريف الناخبين ومشاهدينا الكرام على برامج مختلفة لمرشحي حزب الوفد. هنتعرف على برامجهم الانتخابية، أجندتهم التشريعية تحت قبة البرلمان إن شاء الله بعد حصد المقاعد في دوائرهم. كده الآن مشرفنا ومنورنا في الاستوديو رجل الأعمال أستاذ طلعت السويدي مرشح حزب الوفد عن دايرة ديار بنجمة بمحافظة الشرقية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. حضرتك منورنا. ربنا يخليك.
يمكن قبل ما نبدأ الكلام برضو في بالتزامن في مشهد آخر في فرنسا ولكنه ليس بعيد عن مصر، يمكن إحنا عانينا الأمرين زي ما بيقولوا من الإرهاب وما زلنا في إطار الحرب على الإرهاب، ولكن النهاردة المشهد انتقل إلى فرنسا. تعليق حضرتك إيه كسياسي وكمواطن مصري؟ أنا هتكلم كمواطن مصري مش سياسي. أولا إحنا اتوجعنا كتير هنا في مصر، وللأسف ان احنا دايما بنطالب الدول انها تقف جنبنا، ولكن دايما يبصولنا نظرتهم لنا مختلفة، متخيلين ان الاسلام هو ارهاب، متخيلين ان مصر فيها ارهاب، ولكن الارهاب موجود في كل حتة في العالم. طبعا انا بيحزنني اللي حصل في فرنسا، ولكن انا بقول هم داقوا المر اللي احنا، جزء من المر اللي احنا شفناه. وأنا أتمنى أن بعد ما وضوع فرنسا أو أي بلد تانية في العالم يحصل فيها أي حاجة إرهابية، دي هتوجهنا كلنا أن احنا لازم نحط إيدينا في إيد بعض ضد الإرهاب، ومبقاش بس شعارات ونتكلم نقول أن احنا كلنا ضد الإرهاب وهم هناك أول ناس. لما بيحصل عندنا موقف زي موضوع الطيارة بتاعت روسيا حضرتك اللي هي انفجرت في سيناء، يعني أنا دي أكتر حاجة تحزنني، لأن احنا السياحة عندنا أصلا ما هيش يعني نقول 100%، ولكن دي بتأثر علينا لما ياخدوا قرار بعدم نزول أي طيارة مصرية إلى روسيا أو إن يسحبوا الناس الروس من مصر، فدي طبعا بتأثر على السياحة. في بعض الدول الأخرى الكلام ده بيسمع عندهم. هو القرار صعب، ولكن الأصعب إن هو من روسيا. ما عشان كده، ودليل إن هو في حاجات إحنا مش عارفينها كمصريين، يعني بيحصل حاجات أو اتفاقات معينة، ده ضرب اقتصاد مصري، مش موضوع النهاية موضوع سياحة وبس، ده ضرب الاقتصاد المصري اللي إحنا بنقول يا رب إحنا عايزين نقوم شوية. احنا ظروف البلد، احنا بقالنا 4 أو 5 سنين احنا مطحونين، وبنقول عاوزين حاجة تحركنا قدام شوية. فما تجيش موضوع الطيارة دوت يأثر علينا والبلاد كلها تقف ضدنا علشان حصل موقف زي كده، بل بالعكس لما حصل في فرنسا احنا اول ناس تضامننا معاهم وقلنا يعني الكلام ده ما ينفعش، ولو حصلت في اي بلد تانية ايا كانت اوروبية او عربية احنا الكلام ده بيأثر علينا كلنا. اكيد. يمكن كمان اللافتة الغريبة انه بريطانيا لما وصلت لمعلومات، هي بريطانيا دخلت على الخط من البداية بشكل غريب، ولكن ما فيش مانع انه طالما هتساعد، لكن لما وصلت لمعلومات غير ان هي نشرتها في الصحافة البريطانية وقتها في شكل الحقيقة ملفت للنظر وصارخ وانتهاك لقواعد المهنية، مهنية الإعلام اللي أنا بتكلم عنها، لأنه المفروض أن دي معلومات سرية تخص حدث إرهابي، فلابد من تسليمها للجهات المعنية أو المختصة أو أضعف الإيمان إلى روسيا أو مصر أو كلاهما. فراحت مسلمة المعلومات لروسيا ومصر لا، وراحت إسرائيل وصلت لمعلومات راحت مسلمها لروسيا ومصر لا، فمصر إلى هذه اللحظة المفروض أن إحنا ما عندناش أي معلومات، مع أنه الحادث كان على الأرض المصرية. هل ثمت خطأ ما في سياستنا الخارجية تجاه هذه الدول، ولا أنه ده إن دل على شيء بيدل على شيء ما في صدر الآخر وحالة إصرار على وضع مصر دايما في محل المتهم؟ أنا قلت لحضرتك في بداية كلامي لو حضرتك تفتكري، قلت لك في حاجة إحنا مش عارفينها. وكلمة في حاجة مش عارفينها إن الموضوع ده لما حصل إحنا كلنا كمصريين حسينا إن في نقول إيه ترابط ما بينهم على مصر، نقدر نقول انه في اتفاق على مصر انها تتضرر. انا مش عارف صدقيني، ولو حد فينا يعرف كان رد، لان احنا لو حتى القيادات في مصر هم نفسهم محتارين في الموقف ده. انا اسف عندي برد، سامحيني، ربنا يخليك، اتفضل. فاحنا بنقول يعني ان شاء الله دي ما تبقاش يعني نقول الاخرانيه او الاولانيه، ان شاء الله مش هيبقى حاجه تانية، لان بدات كان عندنا مشاكل حضرتك في التفتيش بالنسبه للسياح، كان يعني احنا كنا بنشوف في المطارات السياح بالذات بتخش كل شنطهم مره واحده، ما بيحصلش فيها تفتيش، مع ان ممكن السائح ده جاي مخصوص عشان يضر، مش لازم تكون الموضوع من عندنا من مصر. صحيح. ده ممكن يكون حضرتك شو، احنا بنشوف شنط السياح بتتعبى كلها على عربيات كبيره، كلها حضرتك بتخش المطار، ده فوق سياحي بيدخل على طول، لا مش صح. احنا بهمت انا كمصري بتفتش، وبتفتش كراكب وانا جاي بمفردي، زي الشارتر اللي جاي حضرتك من روسيا او جاي من اي مكان، لازم يحصل تفتيش للشنط، ما فيش كلام. صحيح صحيح. هننتقل لموضوع الانتخابات، ولكن لن ننسى ما حدث في فرنسا، وهنظل في متابعة مع حضراتكم في الأيام القادمة. يمكن الانتخابات مش بعيدة عن حضرتك، خاصة وأن حضرتك كنت نائب قبل كده في البرلمان، لكن أكيد حضرتك بتشوف في بعض الفروق في المشهد الانتخابي قبل كده والمشهد الانتخابي النهاردة. طبعا اختلف تماما حضرتك. بمعنى أولا بعد تغيير الدستور طبعا والغاء العمال والفلاحين، النهارده بقت الناس كلها بتتنافس على مقاعدين، ما عادش في حاجه اسمها عمال وفلاحين وفئات والكلام. فكنا الاول دايما الفئات بيبقوا ضد بعض،
كان في دايما نقدر نقول الانتخابات بتبقى شرسه عن الانتخابات برلمان 2015. النهارده حضرتك احنا في 24 مرشح في دايره الديار بنجمه مثلا، ال 24 مش ضد بعض لان ممكن اي اتنين ينجحوا. فمخليه الانتخابات انا دايما بقولها بلفظ كده ان نفسها هادي، مفيش المشاكل ومفيش الاشاعات ومفيش وحتى لو حصل اشاعه للاسف ان دايما الاشاعات او الاخطاء او الخطا في المرشحين عموما دايما للاسف بيبقوا من المرشحين الجدد وليس من القدامى، لان القدامى فاهمين مش لمصلحته ان هو يخطا في اي واحد، لان انا محتاج لكل واحد ورا اي مرشح من دول. انا كمرشح النهارده والحزب الوفد فردي في ديار بنج معايا 23 واحد مرشح. انا بقول احتراما للقرى اللي منها ال 23 مرشح انا ما بغلطش في مرشح منهم، حتى لو واحد اساء ليا احنا خدنا على كده حضرتك ان احنا نقول ايه، احنا هنشتغل وهنجري والشاطر اللي حصلنا، لكن مش هنضيع وقت في اهانه او في غلط. ولكن للاسف ان هناك بعض الشباب انا بقول بعض ليه، لان انا الحمد لله انا حملتي والناس اللي حواليا كلها شباب كلهم يتراوحوا السن دي بالفعل، يعني من 25 ل 35 او ال 40 مفيش واحد بيفكر يكون له دور في الـ في الـ في الـ في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي غير على طول دوره بيتوفر. وفعلا انا بقول نجاح الدوره دي لو ربنا كتبها لي ان شاء الله هيبقى بسبب الشباب. ما هو ده واضح يا فندم، صفحة حضرتك على فيسبوك الحقيقة فيها شكل كبير من أشكال التفاعل والمشاركة من أبناء الدايرة، ده معناه أنه حضرتك يعني من المرشحين اللي واصل لكل أسرة ولكل بيت ولكل شاب ولكل مصري موجود بشكل مباشر، يعني في تماس مباشر غير الناس اللي لسه يدوبك وجوهها لسه مش مألوفة بالنسبة للناس، ملهاش سبقة أعمال معاهم بحيث أن هي يبقى عنده أريحية وهو رايح ينتخبه، فده عامل مهم جدا. لكن أي انتخابات عادة بيكون فيها تحديات كتيرة، إيه أهم تحدي واجه حضرتك وإزاي قدرت أن أنت تتغلب عليه؟ لا حضرتك أنا لما أقول التحديات كانت فعلا في انتخابات 2012، مش حاسس بالتحديات الدورة دي، لأن 2012 إحنا كنا أنا كنت حضرتك قبل كده دخلت دورة كنت حزب وطني وسقطت فيها ما نجحتش على فكرة، دي كانت بتاعت 2005. فبعض الناس قالوا طلعت فلول أو غيره، مش معناتها إن أنا بعيب على الحزب الوطني أو بعيب على أي حد، لأن أنا كنت واحد منهم في يوم من الأيام. ولكن كانت هي التحدي اللي بحقه حقيقي في 2012، انا ضدي الاخوان ضدي كل التيارات المختلفه، حتى شباب الثوره كله كان متخيل ان ده فلول يبقى لا، لكن لما تقربوا مني وعرفوا ان احنا ما يهمناش غير مصلحه بلدنا اللي هي مصر ومصلحه الشرقيه ومصلحه ديار بنجم الدنيا اختلفت كتير، لان هم الحمد لله انت عارف حضرتك الفتره اللي فاتت اللي بيغلط بيتحاسب. صحيح. ولو كان عندي اي اخطاء في عمري قبل كده السياسي او عمري كرجل اعمال كان اكيد كنت انا من اول الناس اللي اتشدت زي اللي اتشدوا وعملوا غلط. صحيح. فنقدر نقول انه ما فيش تحديات. لا الحمد لله المره دي كل ما بقابل مرشحين بيقول لي المال السياسي. ايوه. ده يعتبر تحدي كبير جدا، وخاصه انه في بعض الناس عندها ماكينه ماليه مش عارفين اولها من اخرها، ففي انفاق كبير جدا بشكل مبالغ فيه في كثير من الاحيان من اجل السيطره على البرلمان ومن ثم على الحكومه ومن ثم على مفاصل الدوله. فتقييم حضرتك ايه لموضوع المال السياسي؟ يمكن انا اختلف عن باقي المرشحين في السؤال ده حضرتك، واقول لك معلومه ان كنت انا ممكن اكون من الناس اللي بتتهم بهذا الموضوع. ودي في الانتخابات في 2000 و2005 و2010، ولكن الناس كلها عارفه او المؤيدين لينا والحمد لله واحنا لنا باع طويل في السياسه، مش البدايه مش من طلعت السويدي، السياسه عندنا من الستينات حضرتك في العيله. كنا احنا ممكن نتهم بهذا، ولكن بالفعل انا مش بقول الكلمه دي، انا اقل الناس حضرتك بصرف في الانتخابات، وبقول الكلام ده دايما ليه؟ لان احنا ما عندناش حاجه اسمها رشاوي انتخابيه. المجتمع الريفي يختلف عن المدن. المدن يمكن حضرتك ممكن تلاقي في اسلوب يختلف عننا، احنا عندنا حركة عصبيات، عندنا بلاد على بعضها بتؤيد مرشح وده مش من فراغ. حضرتك لو ظهر المال السياسي عندنا تاكدي اي واحد هيعرض مال على الناس اهالي الشرقيه واهالي ديار بنجم كرامتهم فوق كل شيء، هيبعدوا عنك فورا. ولكن انا يمكن اقول لحضرتك الكلام ده انا مش بقوله، انا في بعض المرشحين ممكن يدفعوا مثلا في توكيلات ويعملوا للناس اللي هتقف لهم في اللجان. انا والله انا مش بحلف الحلفان ده كذب، انا حضرتك اهالي الكرة اهالي الكرة كلها وكبار الكرة هم اللي بيشيلوا كل الكلام ده، انا مش اكتر من ان انا بعرض اسمي.
وجيت في يوم حضرتك من ايه من 8 اشهر تقريبا او من 9 اشهر كنت واخد قرار ان انا ما انزلش الانتخابات. ولكن ضعفت قدام الناس. انا كنت ببكي زي العيال الصغيره لاني مش عارف اعمل حاجه، لان انا بحب الناس بطبعي وبحب ان انا اعمل لهم اللي ربنا يقدرني عليه. ولكن قالوا لي لا مش بمزاجك، انت هتنزل واحنا وراك، حتى لو مش عاوز تنزل دايره احنا برضه هننتخبك وهنفضل وراك. ولكن انا ما اقدرش اتاخر عن اهلي وعن دايرتي والكره اللي بتحبني كلها، والحمد لله انا مش معتمد على جزء معين من الدايره. انا يعني حضرتك احنا عندنا 45 قريه و100 وحاجه تابع، حضرتك التابع ده يعني كفر او عزبه. انا ما فيش قريه اقدر اقول انا مش هاخد فيها، حتى اللي فيها المرشحين انا ليا المحبين لينا، الناس اللي هي بتحب تدينا. النهارده حتى لو انا مرشح من قريه، قريتي النهارده مفتوحه لجميع المرشحين. عندي حضرتك ال 23 مرشح، انا لما بقابل اي واحد فيهم بقول لهم قريه طه المرج هي قريه طلعت السويدي، ولكن هي مفتوحه لجميع المرشحين. من حق كل واحد ينزل ويكسب ناس فيها. حتى اللي كان المرشحين اللي كانوا فئات قبل كده ما كانش يقدروا ينزلوا البلد، وده كان وضع ادبي ما بيننا، وانا ما كنتش انزل بلادهم. النهارده لا، حضرتك اختلفت، البلد مفتوحه للجميع وكله ينزل. ودايما انا بقول المرشح اللي عنده ثقه في بلده وفي اهله انهم مش هيبعدوا عنه، وانا مش بقول الكلمه دي علشان اسمحها لهم، لا انا بقولها دي حقيقه. انا دايما عندي ثقه في قريتي اللي هي طه المرج وفي اهلها، الناس دي ما بتسيبناش، الناس دي عارفين ان احنا ما بنعملش غير للمصلحه العامه. احنا نفسنا نشوفها احسن حاجه في الدنيا، ولكن بتبقى الامكانيات صعبه وموازنات الدوله صعبه، وما نقدرش يعني نفرض على الدوله مبالغ دي كلها ملايين عشان تطلعي البلد زي ما حضرتك عايزه. ولكن احنا بنعمل اللي ربنا قدرنا عليه، الدوله بتعمل اللي ربنا قدرها عليه. خلصنا مشاريع والحمد لله كويسه، يعني انا دايما بقول قريتي والحمد لله هي من القرى النموذجيه فعلا. ولكن ناقصه بعض الحاجات طبعا ناقصه، ولكن نتكلم على القرى الباقيه في المركز. احنا اذا كان عندنا دخلنا صرف صحي دخلنا في بعض القرى ما يجوش 10 قرى على مستوى المركز، يعني فضل عندي 35 قريه. دي عايزه موازنه مش قليله. ولكن اللي انا شايفه ان شاء الله ان القيادات في الدوله طبعا وعلى راسهم الرئيس السيسي هو مهتم جدا بموضوع الصرف الصحي، وانا شايف ان شاء الله في خلال الخمس سنين اللي جايين هنقدر نغطي المركز كله ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك كرجل اقتصاد يعني بالمقام الاول اكيد عندك خطه تشريعيه متكامله حال نجاحك ان شاء الله هتقدمها للبرلمان، ايه هي ابرز نقاط هذه الخطه؟ هناك فرق ان انا اتكلم كرجل اعمال، وهناك فرق ان انا اتكلم على مصر عشان تتحسن تبقى ازاي. انا هتكلم كنائب مش كرجل اعمال. كنائب احنا عاوزين انا اقصد ان حضرتك تجيب لغه الاقتصاد. أيوه. الارقام، وبما ان ففي اذا ففي استنتاج في ما انا هقوله لحضرتك دي ودي برضه. تمام. احنا عاوزين القوانين الامنيه اول حاجه. تمام. عاوزين بنيه اساسيه حضرتك، بنيه تحتيه دي بالذات، على ان ما فيش حد مستثمر هيجي من بره عشان يعمل مشروع، والبيروقراطيه اللي موجوده عندنا دي معقده الامور كلها. احنا عندنا مشاكل كتير جدا في الصناعه، ما بنقولش لا، وعندنا الاجانب وبالذات بعد ثوره يونيو حصل من البلاد العربيه وكتر الف خيرهم، ونقول ادوا توجيه لرجال الاعمال هناك انهم ينزلوا كلهم يعملوا مشاريع في مصر. ولكن البعض بيجي يشتغل يبص يلاقي في بعض يعني احنا لو انت هنتكلم على البلاد اللي جريت حضرتك، مش هقول انها مشيت بسرعه زي دبي، او نتكلم على الامارات، حضرتك تقدري تعملي هناك السجل التجاري وتعملي الفلوس الضريبيه والكلام ده كله باي ميل، يعني على طريقه اللي هتعملي كل حاجه في خلال يومين تاسيسي شركه. هنا حضرتك هاتي اي شركه عشان تيجي تاسس شركه هتاخد وقت قد ايه؟ ففي اتجاهات في الدوله، يعني انا بقول الكلام ده، انا ابن عمي المهندس محمد زكي السويدي ده رئيس اتحاد الصناعات، ومن الناس اللي مهتميه جدا بهذا الموضوع، وكل اللي همه هو داخل حتى المجلس المره دي عن طريق قائمه داخل مخصوص لملف الصناعه. فهو يكفينا واحد مننا حضرتك يكون بيتكلم على الصناعه، فعشان مش عاوز ادخل في الصناعه هو بيتكلم عنها كتير. ولكن انا كمستثمر وبتمنى ان برضو ان نشوف فكره كويسه ازاي نعمل صناعات على اراضي القرى، لان عندنا مشكله ان احنا مركز زيار بنجم احنا بنسميها ارض سوداء، يعني ما عندناش ظهير صحراوي حوالينا. فما دامك ما فيش ظهير صحراوي حضرتك ما تقدرش تبني على الاراضي الزراعيه، ما دي برضو مخالفه. ولكن احنا اذا كان علينا احنا نفسنا نعمل اي حاجه في ديارب لشباب ديارب، مش لازم تكون ملكي انا، عاوزين نفكر في مجمع للصناعات الشباب تبدا تشتغل فيه، يبداوا مشاريع جديد فيها.
وفعلا احنا عندنا في مساحه معينه هنحاول نخلصها ان شاء الله باي طريقه عن طريق البنوك، نشوف اي مستثمر، مش لازم عشان الناس ما تقولش ان طلع بيشتري الارض زي ما بعض الناس قالوا، بندور على مستثمر يشتري الارض دي. دي مساحتها حاجه و30 فدان، دي ممكن تتعامل مجمع صناعي مش هيخدم على ديار بيخدم على ديار والمراكز اللي حواليها كلها، لان هيبقى في كم مصانع مش قليله. الفكر كتير حضرتك والافكار مش قليله ان احنا نقدر نعمل مشاريع على ارض ديار بنجم، ولكن مشكلتنا الوحيده حضرتك انك ما تقدريش تعملي مصنع على ارض زراعيه، واحنا ما عندناش غير اراضي زراعيه. تمام. يمكن الكتل التصويتيه اللي ممكن تنتخب حضرتك موجوده الحمد لله. الحمد لله. ربنا يزيدك، ده بسبب التواصل المستمر ما بينك وبين الناس بشكل مباشر، ودي مساله مش بتاعت انتخابات النهارده، دي مساله ليها تاريخ. ولكن يعني اكيد انه تحت قبه البرلمان حضرتك تعلم جيدا ايه اهم المشكلات، لانه كل مكان بيتميز بشكل معين من المشكلات. أيوة. او الازمات، فاكيد هي دي المشكلات اللي هتبدا في حلها فورا، لان هي ما تستحملش ان هي تنتظر. ايه اهم المشكلات اللي بتعاني منها الدايره؟ اهم المشكلات حضرتك مش هتصدقي اللي قلتها لك، صرف صحي، عايزين ميه نظيفه، عندنا ميه نظيفه في بعض القرى طبعا، ولكن بعض القرى عايزه مياه نظيفه، عايزين مدارس حضرتك، عايزين تعليم بحقه حقيقي، ودي مشكلتنا في البلد، ان احنا عندنا يعني قالوا تربيه وتعليم، للاسف احنا اتجهنا للتعليم، وفي الاخر بيطلع الواحد متخرج من الدبلوم او بيتخرج من ثانويه عامه للاسف ومش عارف. لازم يتغير المنظومه بالكامل للتربيه والتعليم، لازم احط اكتر من ماده او مادتين او ثلاثه للتربيه. التربيه يعني ايه؟ مش موضوع ان انا بربيه، موضوع ان انا اعلمه يعني ايه سياسه من وهو صغير، افهمه يعني ايه ثورات. احنا حضرتك دخلنا على ثورتين واحنا شعب ما نعرفش حاجه عن الثورات. كنا كلنا حتى وانا بقول لحضرتك وانا نائب من النواب اهو مش عارفين الثوره ومش فاهمين ايه اللي حصل، لان ما حصلش ثوره من سنه 52، ما حدش عرفنا حاجه من الحاجات دي. عندنا حضرتك المستشفيات والوحدات الصحيه، عندنا الطرق حضرتك محتاجه طرق، عندنا احلال وتجديد للكهرباء كتير جدا. حضرتك لو هنتكلم على المشاكل انا ممكن اعد لك مشاكل لا تحصى ولا تعد، ولكن لما نيجي نقول اولويات انا دايما بقول حضرتك الصرف الصحي ده عشان التلوث اللي موجود. احنا النهارده بقى في صرف صحي في الكره معمول من الاهالي على حساب الاهالي، للاسف بيصرف في الاخر في الترع او في المصارف، ده بيؤدي الى تلوث، الى امراض. احنا حضرتك عندنا الفيروس والكبد ده منتشر فوق ما تتخيلي، عندنا الفشل الكلوي، عندنا حضرتك حاجات انت يعني خلي بالك احنا اللي عايشين في القاهره مش حاسين باللي بيحصل هناك. انا بنزل بلاد بعض الاوقات ممكن اشوف حاله قدامي انا ابكي لما بشوفها، بتاثر فيا، لان انا بقول هو ذنبه ايه، ولكن احنا بنقول اللي ربنا قدرنا عليه احنا بنعمله للناس. مفيش اسهل من اقول لحضرتك دلوقتي انا عامل برنامج انتخابي 1 2 3 4 5، مفيش اسهل من الكلام ده، حبر على ورق. ولكن في الاخر حضرتك زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين لكل البوينتس او كل النقط اللي احنا اتكلمنا عنها. يبقى دايما انا بقول دور النائب في المجتمع اللي انا منه اللي هو من ديار بنجم، دوره انه يعمل كل اللي ربنا يقدره عليه لصالح مركزه او دايرته اللي هو نائب عنها. تمام. يمكن اكيد في مرشحين تانيين سواء كانوا منتمين لاحزاب او مستقلين قدام حضرتك في نفس الدايره. ايه الميزه التنافسيه اللي حضرتك بتشوف ان هي موجوده عندك ومش موجوده عند الباقيين؟ لان كل حد فينا عنده ميزه تنافسيه بيشوف نفسه متميز في منطقه معينه او في حاجه معينه. هو حضرتك ممكن يكون ال 23 واحد افضل مني ومقاما اكتر مني، ولكن انا اقول كده عرفت الميزه التنافسيه ان حضرتك دبلوماسي جدا. نعم. ان حضرتك انا عندي مكتب فتحته من سنه 95. تمام. انا من سنه 2000 بدات حضرتك اكون نائب، انا دخلت اول محليات سنه 97، 2000 كنت نائب، 2000 كنت مستقل لحضرتك والحمد لله ونجحت باكتساح وبدون اعاده. 2005 لاسباب معينه مش عاوزين نتكلم عنها، ولكن ما وفقتش في 2005، ودي كانت المره الوحيده اللي انا كنت مرشح برمز الهلال حزب وطني ديمقراطي. في 2010 كنا في الوقت ده كانوا بيجيبوا 2 حضرتك مرشحين للحزب الوطني، والحمد لله برضو نجحت وباكتساح وبدون اعاده. فانا ما عدتش قبل كده حضرتك ولا مره في الانتخابات. التواصل هو ده اهم حاجه. المكتب ما اتقفلش من 95 لغايه 2005، يمكن 2015 انا اسف، لغايه النهارده حضرتك احنا 20 سنه المكتب ده له مدير مكتب، له عربياتهم، له الناس اللي شغاله في المكتب لخدمه المواطنين، انا نائب او غير نائب. لان دايما بقول انا مش لازم اكون نائب عشان اقدر اخدم. في ناس عندها قدره للخدمه من غير ما يكونوا نواب. صحيح. بلس ان او زائد حضرتك اللي هو بالنسبه لدايره ديار بنجم
هي دايرة سياسية أو عندهم ثقافة سياسية عالية جدا. احنا من الدوائر حضرتك اللي بنجيب أعلى الأصوات، وانا بقولها يعني النسبه اللي حصلت في المرحله الاولى دي ان شاء الله ديارب هتكسر كل الارقام دي. وحضرتك يعني هيجي اليوم اللي حضرتك تقول لي فعلا كان طلعت بيقول الكلام ده ان ديارب مش هنقل عن 40%، وانا واثق في كده حضرتك من اهالي ديارب نجم ومن شباب ديارب نجم. مع ان انا بقول للبعض اللي بيقول هنقاطع، انا مش عاوزه يقاطع، انا عاوزه حضرتك ينزل ويروح الصندوق ويبوظ صوته، لان في الاخر بتقيم البلاد والقرى بعدد الاصوات اللي في الصندوق. أنا كنائب أو مرشح جديد كل ما بعرف إن القرية دي بتتفق أو بتتحد على اختيار أشخاص معينة أكيد ببص لها نظرة غير القرى اللي مشتتة. فالفرصة جاية حضرتك للقرى. أنا عملت نوع من أنواع التواصل دي، يمكن فكرة جديدة بس في 2015 اللي عملناها، اتفقنا إن لازم في كل قرية، القرية اللي هتختار مش أنا، تختار 4-5 أفراد لغاية 10 أفراد، وهم يقولوا لي دول هم اللي هيمثلوا القريه عندنا. النهارده الخدمات الشخصيه ما عادتش زي الاول. التعيينات الحكوميه حضرتك ما عادتش موجوده، مش هنكذب على بعض. والبلد مش هيقدر تحمل اكتر من اللي هي فيها. فانا التواصل ما بيني وما بين اللجان اللي هتبقى موجوده في القرى. انا دايما بقول القريه واهل القريه هم اللي بيشغلوني، ما فيش نائب بيشغل قريه. انا بقيت نائب، انا اللي بطلب التواصل، انا الموظفين دول قاعدين لخدمتهم، اي مجموعه من اي قريه هتتولى القريه انا عاوزها تيجي في يوم من الايام هي اللي تحاسبني قدام قريتها، تقول الشخص ده اللي احنا انتخبناه اللي هو طلعت السويدي ده يصلح ام لا يصلح. يمكن البعض يجي يتكلم هناك ويقول لك لا احنا هنختار طلعت علشان رجل خير، او ان اسره السويدي دي يعني بيحبوا الخير لله. دي حضرتك ده التزام ما بينا ومن ربنا، ولكن انا مش عاوز في الاخر الاختيار علشان طلعت او ان اسره السويدي كذا كذا. انا دايما بقول لهم لو هتختاروا طلعت علشان كده لا ما تنتخبوش طلعت. ان ما كنتش انت كمواطن حاسس ومتاكد ان طلعت هينوب عنك في البرلمان وهيتكلم كلمتك اللي انت قاعد في البيت اللي عاوز توصلها، يبقى ما تختارش طلعت. اختار اي واحد انت شايفه انه ينفع. ولكن احنا داخلين على برلمان قوي جدا. كم القوانين اللي اصدرت اصلا في الفتره اللي فاتت اكتر من 300 قانون او 400 قانون. ده كله لسه هيمر على المجلس. احنا مطلوب مننا قوانين كتير جدا عشان البلد والامان وعشان التصنيع وعشان الزراعه. المزارع حضرتك مظلوم. انا دايما بقول الفلاح ده عيني اكتر واحد مظلوم في الدوله دي، ومحدش بيوصله النظره الصح، ان او يعني اقل حاجه ياخدها زي ما بياخد الطالب حضرتك يبقى عنده تامين صحي يعالج على نفقه الدوله. الراجل ده حياته كلها اتولد علشان يزرع وعشان ينتج، وفي الاخر احنا اللي بناكل الانتاج بتاعه او بيتصدر او كذا، يبقى له حقيات ولازم ياخدها. فالمواضيع كتيره يعني لما نتكلم، ولكن احنا مش هنهدي البلد حضرتك في يوم وليله. البلد احنا بقالنا 5 سنين ما حدش يقدر يقول ان احنا طلعنا. يمكن السنه اللي احنا الاخرانيه دي بس اللي بداناها الكيرف بدا يطلع، لكن احنا 4 سنين احنا في النازل. فعشان الهدم سهل، انا حضرتك تعالي قولي النهارده هد البيت ده هيدولك في يومين، لكن اجي ابني عاوز سنه. فالدنيا هتختلف ان شاء الله، واملنا كبير في ربنا اولا طبعا، وفي الناس القيادات وفي البرلمان الجديد والنواب اللي هيكونوا موجودين ان شاء الله. ان شاء الله. اول طلب احاطه او استجواب هيكون لمين؟ بص حضرتك انا ما اقدرش اقول دلوقتي استجواب لمين، لان النهارده الدوله كلها يهمها مصلحه الدوله. خلي بالك الوفد طول عمره حزب معارض. صحيح. ما ينفعش النهارده نعارض. ما ينفعش ان انا ادخل عشان بدايه حديث ان انا اروح استجوب. ولكن الايام جايه لما تشوف اخطاء قدامنا حضرتك طبعا اكيد هنبص هنعمل استجوابات، هيبقى في طلبات احاطه للوزراء، هيبقى في كل حاجه الناس عايزاها هنعملها. ولكن في الفتره المرحله الاولانيه مش عاوزين يبقى المبدا ان انا معارض او ان انا رايح استجوب او انا هعمل طلب احاطه عشان ارضي دايرتي. لا، احنا لما يحصل خطا هيشوفوا دورنا ساعتها. لكن مش ما يبقاش المبدا حضرتك انا داخل الاستجواب على طول. مش قلت لحضرتك انك دبلوماسي قوي؟ طيب. يعني انا اقصد اقول ايه؟ انا دايما بسميه مثلث الرعب. ايوه. جهل، فقر، مرض. تمام. وللاسف لقد سقطنا في مثلث الرعب. الجهل والفقر والمرض مش بس من 2-3-4، لا ممكن نقول من 20 سنه فاتوا هو سقوط مستمر. فاحنا عندنا حقيقي ازمه، فلما نيجي نتكلم على الفقر
أكيد محتاجين نعالج البطالة ونعالج أمور كتير. لما نيجي نتكلم عن المرض يعني بنتكلم عن صحة، لما نيجي نتكلم عن الجهل بنتكلم عن تعليم. إذا هي دي الملفات اللي لابد إن هي تكون على يعني في أول أولوياتنا. طب ناخدهم بالترتيب ممكن؟ يا ريت. نتكلم عن التعليم الأول. تمام. أنا قلت لحضرتك بعد مش هقول ثورة بقى يناير وثورة يونيو، بعد ثورة 52 بقى إحنا كلنا كمصريين متخيلين إن أنا معايا شهادة عليا أو معايا شهادة يبقى انا هتجوز، ولو ما جبتش الشهاده مش هعرف اخد واحده متعلمه. كان زمان حضرتك كان زمان الفني او الصنايعي بمعنى اصح في كل المهن، او حتى الفني اللي عندنا في المصانع او المزارع، النهارده حضرتك تيجي تبص تلاقي واحد فلاح واولاده كلهم متعلمين، يقول لك احنا مالناش دعوه بالزراعه، احنا عاوزين نتعين، احنا عاوزين يعني بقت خلاص في انا بقول مرض في الدوله حضرتك، وده بقى له سنين ان كل الناس عايز تتعين في الحكومه. طب الحكومه هتعين مين ولا مين؟ يبقى نبدا بالتعليم، ان احنا نبدا نعلم ولادنا صح. انا رايي حضرتك مش معناته ده التزام لحد او للقيادات، ولكن انا افضل ان يبقى للمرحله الاساسيه ده تعليم مجانا. ولما اكون متفوق حضرتك يبقى اتنقل الى مرحله اخرى. طب انا ما تفوقتش، نبدا نخش حاجات فنيه، حاجات صناعيه، مش ناخد دبلوم صناعي اللي هم اللي بيتاخد النهارده. احنا بيجينا دبلوم صناعي حضرتك بندربه من اول وجديد، بنعرفه انت داخل تشتغل ايه. لا انا عاوز مدارس صناعيه بحقه حقيقي، عاوز يطلع من المدرسه يطلع على طول فورا يشتغل في مكان معاه مهنه. المهنه مش انه يبقى فني في مصنع وبس، يعني ممكن يبقى نجار، ممكن يبقى كهربائي، ممكن يكون سباك. واحنا محتاجين ده في مصر لأن جدا. اللي حصل النهارده ايه؟ انا حضرتك المؤهلات العليا لما بيجي نعينهم النهارده بقوا بيتساووا مع العامل وهو بيتعين. والمشكله حضرتك في ايه؟ في التعليم. ليه؟ لان احنا قعدنا نعلم 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 ونيجي في الاخر الدبلوم، وللاسف الاقي دبلوم تجاره وجاي يقول لي انا عاوز اقعد على مكتب، انا مش عاوز ابقى فني. دبلوم زراعه حضرتك، طب تعرف حاجه في الزراعه؟ لا ما اعرفش. طب او تخش فني؟ ادخل فني، لازم اخده وادي له دوره من اول وجديد. في اتجاه في البلد النهارده للمدارس الصناعيه، وانا ده افضلها كتير جدا عن ان انا حضرتك تقولي لي اخد معهد او اخد كليه وفي الاخر مش لاقي شغل بيها. الكليات مش لازم كل اللي خد ثانويه عامه لازم يكون حضرتك داخل جامعه. ممكن يتجه الى برضه مدارس صناعيه. احنا محتاجين فنيين. مفيش حضرتك دوله كلها عباره عن لواءات وما فيهاش عساكر وما فيهاش ضباط صغيرين. مفيش شرطه حضرتك في الدنيا عباره عن لواءات وما فيهاش عساكر اتجاه جيد جدا طبعا. واسمح لي ان انا اعتبر برضو دي ميزه تنافسيه جدا في رؤيه حضرتك لفكره التعليم الفني، لانه حقيقي مهم. وانا اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مره، وكان في مبادره الحقيقه من عائله السويدي انه وجود مصنع جوه المصنع جوه المدرسه ومدرسه جوه المصنع. دي كانت فكره جيده جدا. تمام. طرحت من عائله السويدي. تمام. وكان لابد ان هي تؤخذ بالاعتبار. اتفائلت خير بوجود وزاره للتعليم الفني ثم تم الغائها ودمجها مع التعليم التربيه والتعليم. انا افضل انها ترجع تاني حضرتك. انا افضل وحضرتك تفضل وكل من له فكر في هذا الامر بيفضل. مزبوط. فيعني احنا بندعو انه نرجع تاني تكون وزاره مستقله، لان هي عليها عبء كبير وحمل كبير جدا في تحقيق. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ طلعت سويدي مرشح حزب الوفد عن دايرة ديار بنجم بمحافظة الشرقية. ديار بنجم. أيوه ديار بنجم. ديار بنجم. محافظة الشرقية. ده أنا لازم أجي لهم زيارة بقى. هي الغلطة أصلاً دي المسمى بتاعها زمان كان اسمها ديار بني نجم. ديار بني نجم. بس هي مع الوقت حضرتك بقى اختصارها لديار بنجم. وبعدين كانت بعد كده سميت، يعني كانت احنا اصلا كنا في جزء مننا تبع الدهليه وجزء تبع الشرقيه في الاربعينات. وكانت زمان اسمها بس كده محطه ديار بنجم. اجدع ناس. ربنا يخليك يا فندم. شكرا استاذ طلعت، وان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله نبارك ونهني. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. بالتوفيق ان شاء الله. سيب حضراتكم مع فاصل، نرجع بعده ونكمل حديث برلمان 2015. لسه مكملين مع حضراتكم. حقيقة الحديث مع الوفد حقيقي ممتع. ليه؟ لأنه حزب الوفد يمكن أنا عمري ما كنت حزبية خالص، ويعني عمري ما كان لي توجه حزبي، لأنه ما ينفعش إن إعلامي يكون لي توجه حزبي، يعني لابد إن هو يكون محايد. ولكن حزب الوفد دايما هو جزء من التاريخ المصري،
يعني احنا لما كنا في كتب التاريخ في المدرسه بنذاكر كان حزب الوفد، حزب الوفد تاريخ سعد زغلول نحاس باشا وغيره من القامات الكبيره جدا. صح يا محمد. لكن اسمحوا لي ان احنا يعني نستمر في الحديث عن مرشحي حزب الوفد. معانا ضيوفنا الكرام اللواء شوقي رخاوي مرشح حزب الوفد عن دايره اويسنا وبركه السبع محافظه المنوفيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. وضيفي الكريم ايضا استاذ عبد الحميد الامام مرشح حزب الوفد عن دايره عن مركز المنصوره ومحله الدمنه. انا قلتها صح كده؟ لا صح. كنا مختلفين في لا محل الدمنه ان شاء الله. تمام. اهلا بك حضرتك واهلا بست لواء. هيا انا هبتدي بشويه اسئله لحضراتكم برضو كمزيد من التعريف للمشاهد. عايزه بطاقه تعريف من حضرتك. بطاقه تعريف مواطن مصري نشأ في قرية توري مركز بركة السابع منوفية. أنتمي إلى هيئة الشرطة. خدمت مسافة يعني قرابة 35 عام في هيئة الشرطة. ومن عائلة برلمانية سياسية يعني بتهوى العمل العام ومحبة للعمل العام. ولها تاريخ في المنطقة وفي مركز بركة السابع. والحمد لله ان احنا يعني بنتمتع بحب للناس والناس بتثق فينا واحنا قريبين منهم ومتعايشين معاهم في افراحهم وفي احزانهم. وترشحت لعضوية البرلمان استكمالا لمسيرة العائلة والأسرة في العمل العام والعمل البرلماني والسياسي. واتمنى ان انا اكون عند حسن ظن الدايره بتاعتنا وان احنا نحظى بتأييدهم ونعمل معاهم على يعني خدمتهم وخدمه الدايره وازاله يعني ما علق بذهنهم خلال الفتره الماضيه من السنوات والاحكام والحكومات السابقه يعني. تمام. أستاذ عبد الحميد عايز أعرف برضو بطاقة تعريف من حضرتك. عبد الحميد محمد إبراهيم الإمام والشهرة عبد الحميد الإمام. مدير عام التفتيش المالي والإداري بالأزهر. المؤهل لسانس حقوق. مولود ومقيم في قرية شاوة مركز المنصورة محافظة الدقهلية. وقرية شاوة دي بتتوسط الدايرة دايرة مركز المنصورة. دايرة مركز المنصورة دي فيها طبعا بها حوالي 350 ألف ناخب. عدد اللجان فيها 175 لجنة. عدد القرى 65 قرية. عدد العزب والكفور حوالي 60. العمل السياسي باختصار رئيس مركز شباب لقريتي لمدة أكثر من 20 سنة. عضو مجلس محل قرية. عضو مجلس محل مركز. عضو مجلس محل محافظة. يعني بعد كده اترشحت في انتخابات مجلس الشورى سنة 2004 ودخلت الإعادة ضد مرشح الحزب الوطني. وطبعا نجح مرشح الحزب الوطني في الإعادة. اترشحت في 2012 على قائمة حزب الوفد ودخلت البرلمان لمدة 4 شهور اللي تم حله. والنوبة دي بدخل برضو حزب الوفد فردي حزب الوفد لمركز ومدينة المنصورة ومحل الدم. بالتوفيق ان شاء الله لحضراتكم. طيب انا مش هقول ايه برنامج حضرتك الانتخابي لانه البرنامج الانتخابي دي مسألة ما فيش اسهل منها في التاريخ. لكن هقول ايه اهم المشكلات اللي بتعاني منها الدايرة عند حضرتك وحضرتك حاططها على يعني رأس الاولويات. المشكلات الأساسية في الدايرة وهي في كل الدوائر تقريبا. واحنا بننتمي لمجتمع ريفي والمجتمع الريفي يعني يمكن مشاكله أكتر من المدن لأن الاهتمامات دايما بتبقى بالمدينة والاهتمامات بالحضر أكتر منه من الريف. إنما المشكلات معروفة وأساسية ومعروفة لأجهزة الدولة ومعروفة للمسؤولين والناس كلها عارفاها وكل برامج الأحزاب وبرامج المرشحين بتحتوي هذه المشكلات.
والمشكلات دي بتنحصر في مشكلات الرعاية الصحية، مشكلات التعليم، مشكلات الصرف الصحي، مشكلات مياه الشرب، مشكلات الكهرباء، مشكلات المباني والأراضي الزراعية، مشكلات الفلاحين اللي هي يعني بيعانوا منها وما لهمش صوت حد يوصله لأي مسؤول، وإذا وصل ما حدش بيعمل لهم حاجة للأسف يعني. والمشكلات دي بتنحصر في مستلزمات الزراعة وفي مياه الري اللي بقت نادرة النهاردة انها تبقى موجودة، الناس مش لاقية مية تروي اراضيها ولا تروي زرعها. مشكلات الفلاحين اللي بتنحصر في عدم وجود سوق لتسويق الحصلات بتاعتهم، يعني ممكن اول فلاح يعمل زرعة وتكتر في السوق ما يلقاش يسوقها فين، يقتلها للمواشي بتاعته. مشكلات كتير ومشكلات مزمنة، وكل الناس بتتكلم فيها، وكل برامج الأحزاب بتتكلم فيها، وكل برامج المرشحين بتتكلم عليها ولا مجيب. وكل الناس اشتكت من كل هذه المشكلات على مدار سنوات كتيرة جدا. كل البرلمانات اللي فاتت اتكلمت في نفس الموضوع، اللي فاتت والحكومات اللي فاتت والوزراء اللي فاتوا، وما حدش بيعمل حاجة. في فترة صحيح يعني قرابة الأربع خمس سنين كانت مصر في حالة غير مستقرة والأمن غير مستقر وميزانية الدولة موجهة إلى أمور أخرى، إلا أن ما قبل ذلك والمرحلة اللي احنا فيها النهاردة، الرئيس السيسي بقاله سنة ونص النهاردة والناس مستنية بارقة أمل لحل هذه المشكلات أو جزء منها، وإذا حلنا جزء منها يبقى نجحنا. إنما أنها تستمر بنفس الرتابة اللي موجودة وبنفس الوعود اللي ما بيتحققش منها حاجة وبنفس المشكلات بتتفاقم ما بتتحلش. يعني تتخيلي مثلا عدم وجود صرف صحي في القرى، والترنشات اللي موجودة في البيوت ومليانة مية وبتنشأ على البيوت وبتنشأ على الناس وبتهدد الثروة العقارية في البلد ولا مجيب. يعني أمور كتير ومشاكل كتير الناس كلها عارفاها، المسؤولين والحصيل اللي بيتم رعيها بمية الصرف الصحي فبتؤدي إلى أمراض مزمنة وكارثية جدا طبعا. البيئة الغير نظيفة يعني تتعجبي لو شفت مثلا بيمر من وسط القرى مصارف وترع، والمصارف والترع دي يتم تطهيرها بمعرفة الري، والتطهير دي يترمي على الجنبين بتاع المصارف وبتاع الترع ويسيبوه لغاية ما الناس تنزله تاني في الترع. فلوس بتتصرف وإهدار لمال عام ومفيش فايدة من وراه. يعني احنا بننظف مجاري مائية عشان المية تمشي، عشان الصرف يمشي، عشان تبقى بيئة نظيفة، نطلع النظافة نحطها على جنبين الطريق أو جنبين الترع أو جنبين المصرف، وتتساب الأيام والأسابيع والشهور والناس بتعدي في هذا الطريق وناس ساكنة جنب هذه الترع والمصارف وبتلوث البيئة ولا مجيب. يعني وزارة الري تصرف فلوس عشان تنظف الترع والمصارف وتسيب اللي بتنظفه لغاية ما الناس تنزله تاني في الترع والمصارف. مشاكل كتير ومشاكل مزمنة وكل الجهات ما عارفاها وما يعني فيش حلول. تمام. أستاذ عبد الحميد، إيه الخطوط العريضة في برنامج حضرتك؟ يعني خلينا نقول إيه الميزة التنافسية اللي موجودة في برنامج حضرتك دون باقي المرشحين على نفس الدائرة؟ هو حضرتك زي ما احنا بنقول بالنسبة للبرنامج، البرنامج أنا طبعا كمرشح حزب وفد أنا ملتزم ببرنامج الحزب، ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا عندنا زي ما بنقول البرنامج عندنا أولويات في التعليم، عندنا أولويات في البحث العلمي، يعني مهم جدا أن يبقى فيه وزارة مستقلة للبحث العلمي، لأن البحث العلمي ده عبارة عن استثمار مباشر أو غير مباشر. عندنا أولوياتنا للفلاح المصري، عندنا أولويات في الصحة، عندنا يعني البرامج كالتزام بحزب الوفد. أما في دائرتي أنا بقى يعني في دائرتي كمركز ومدينة المنصورة في مشاكل موجودة كتير وتهم الناس كلها. أول المشاكل دي مشكلة المي، مياه الشرب. في عندنا قرى زي كفر أبو الشوارب، زي عزبة 90، زي قرية بلجي، زي جمزة بلجي، زي بلاد الوحدة المحلية بكوم الدربي، ما فيش فيها مي.
الميه حتى الميه غير صالحه. في عندنا بالنسبه للصرف الصحي، الصرف الصحي في عندنا ممكن يكون كل القرى موجوده فيها صرف صحي، بس كل الصرف الصحي في كل القرى دي ده عباره عن مواسير فخار، والمواسير الفخار دي بتتآكل وبيتسرب الصرف الصحي تحت البيوت وتحت المنازل بيهددها بالخطر. المشاكل عندنا مشاكل رئيسية، مشاكل فلاح. مشاكل الفلاح زي ما انت حضرتك عارفة الأسمدة غالية جدا، التقاوي غالية جدا، السماد غالية جدا، في المقابل المحاصيل الزراعية بتاعته مش لاقي يبيعها ولا لاقي يسوقها. في مشكلتين ثلاثة بالنسبة للفلاح عندنا في مركز المنصورة ومحل الدمرة بالذات، اللي هم مشكلة واضع اليد على أراضي الأواف، سواء الأراضي الزراعية أو الأراضي المباني. احنا بنطالب بتقنين واضع اليد بالنسبة لأراضي الأواف سواء الزراعية أو المباني. انت حضرتك عارفة بعد ثورة 52 تم توزيع أراضي الإصلاح الزراعي على الفلاحين. في ناس لحد النهاردة في دايرة مركز المنصورة أظن، وممكن يكون في دوائر تانية، لحد النهاردة ما استلموش عقود التمليك بتاعتهم. واضع اليد للإصلاح الزراعي لحد النهاردة بعد 60 سنة ما استلمش عقود التمليك بتاعته، بسبب انه لما جاء الإصلاح الزراعي توزع، انا الارض دي ادوها للفلاح والارض دي ادوها للمالك، المالك توفى، مفيش حد يسجل له علشان ينقل وياخد العقود التمليك بتاعته. في جزء تاني اسمها الناس تملكت الارض بالمادة الستة، المادة الستة دي في قانون الاصلاح الزراعي. المادة الستة دي الناس اشتروا الارض ودفعوا الثمن وخلصوا الثمن من 10 سنين و15 سنة، ولحد النهاردة الاصلاح الزراعي ما بيروحش يسجل لهم الارض ولا بينقل لهم الارض. فدي مشاكل بالنسبة للفلاح. بالنسبة للطرق، مش هنقول الطرق كلها سيئة، في طرق كتير في القرية محتاجة احلال وتجديد، زي طريق مثلا استكمال طريق ميت علي الملح، في طريق ميت مزاح كفر سعفان كفر العجر سابقا يعني، ده برضو محتاج احلال وتجديد. احنا عندنا يعني عاوزين نهتم بشباب الخريجين. شباب الخريجين الوقت ده يعني عالى على ابوه وعالى على اهله. طب احنا يعني احنا بنطالب الدولة ان هي على الاقل توفر فرص حقيقية للشباب دول. في مشكلة خاصة بقى في عندنا في مركز المنصورة، اللي هي في قرية سلمون القماش. قرية سلمون القماش دي من القرى اللي هي منتجة لي الملابس الجاهزة. الشغل في الملابس الجاهزة في هذه القرية بيستمر لمدة 2 شهر وباقي السنة متوقف بسبب الاستيراد، ده رقم واحد. والسبب الثاني ان هم عاوزين يخفضوا الجمارك على المستلزمات الانتاج بتاعتهم، ده رقم واحد. رقم اثنين ان هم توفير محولات كهرباء تشغل المصانع. صحيح، ما بدل ما احنا بنتكلم عن ناس مستثمرين اجانب، طبعا اهلا بيهم في اي وقت، واحنا بنشجع الاستثمار الاجنبي والاستثمار العربي كمان في مصر، ولكن من باب اولى نشغل المصانع اللي عندنا متوقفه. عندنا ألف مصنع بالظبط، ودي ليها اولويه. وبعدين لما المستثمر العربي او الاجنبي يشوفنا مشغلين مصانعنا كويس هيتشجع ويجي. نفس فكره الاستثمار مثلا العقاري، طب انا المستثمرين اللي عندي انا ساعدهم وادعمهم، مش كل شويه اطلع لهم ونغير كلامنا ونغير اقوالنا، ولا انا اسحب منك الارض، لا ده انت الارض دلوقتي جايبه كذا، ده انت واخدها بتراب الفلوس، طب هات فلوس والكلام ده كله. يعني هو المستثمر الاجنبي كده هيطفش، فاحنا محتاجين شويه ان احنا ندعم جوه، فاللي بره هيجي لوحده. هيجي بعدين. تفضل. استكمالا للنقطه اللي سياده الاستاذ عبد الحميد بيثيرها، احنا في عندنا في مركز بركه السبع قريه اسمها قرية كفر هلال. قرية كفر هلال دي زارها 2 رؤساء جمهورية، أنور السادات وحسني مبارك. وافتتحوا فيها مناطق مجمعة لصناعات النسيج. ودعموا القرية تدعيم قوي جدا، لدرجة إن هم عملوا لها محطات كهرباء
منفصلة عن المحطات اللي بتخدم المناطق كلها عشان تستمر الكهرباء شغالة عشان المصانع اللي فيها. فيها أكتر من 600 مصنع، مصانع مش كبيرة مصانع صغيرة، 600 مصنع للغزل والنسيج. وبعد ما يزور رئيس الجمهورية قرية زي دي، اتنين رؤساء جمهورية، ويشجعوا الناس على انهم يشتغلوا ويروحوا يجيبوا قروض من البنوك ويستدينهم ويشتروا مكن ويشتروا ويعملوا عمالة ويشغلوا ناس، اكتر من 3000 شاب شغالين في القرية دي من القرية ومن القرى المجاورة في صناعة النسيج. تمام. ويجي يصدر قرارات تعوق صناعة النسيج في القرية دي، ويفتحوا الباب للمستورد، والمستورد بيدخل على انه مستلزمات تشغيل ويستخدم كنسيج، لدرجة ان المصانع في القرية دي كلها توقفت. 600 مصنع و 3000 عامل اتشغل، و 3000 عامل تقريبا اكتر من نصهم او 3 ارباعهم اصبحوا النهاردة عاطلين. مين اللي طلع القرارات دي؟ قررت قوانين الاستثمار، وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة، ولجأوا مؤخرا يعني بعد الثورة حصل الكلام ده؟ ده الكلام ده شغال من بقاله فترة. ولجأوا لكل المسؤولين، للمحافظ وللوزراء المختصين، وطلعوا في القنوات الفضائية وطلعوا في الإعلام وراحوا للجمارك وراحوا للدنيا كلها واتكلموا في كل حتة ولا مجيب. طيب. وعلى الرغم من المشاكل اللي عندنا دي كلها أستاذة، وان احنا محتاجين رجال الاعمال، وان احنا محتاجين مشاركه المجتمع المدني ان نبني اقتصاد البلد، في عندنا في قريه بلجاي عمده القريه متبرع بقطعه ارض ومتبرع بالفلوس انه يبني مدرسه ثانويه لابناء القريه، وان يسلم المدرسه على المفتاح زي ما بيقولوا. طب ده حاجه حلوه خالص. يعني 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 راجل يعني راجل يعني ده عاملها صدقة جارية على روح والده. فبالأرض متبرع بالأرض ومتبرع بالفلوس. تمام. يعني وراح 500 مرة للتربية والتعليم، كل شوية نزلوا اللجنة، كل شوية نزلوا اللجنة ومفيش حل. هل في الوقت اللي احنا بنعاني فيه من الاستثمارات الأجنبية والداخلية واللي احنا بنفسنا البلد تقوم، واحنا بنقول التعليم وقاعدين نقول التعليم فاسد والتعليم فاسد، وفي تكدس في المدارس، وفي مش عارف، وفي والدروس الخصوصيه، راجل جاي بيقول يا كتربية تعليم انا هبني مدرسه في ارضي وبفلوسي وهسلمها لك على المفتاح، ورغم كده مش عاجبني كدوله. مش عاجبهم ازاي يعني؟ مش فاهم بتوع التربية والتعليم مش عاجبهم ازاي يعني؟ انا بقول قالوا له ايه يعني؟ قالوا له لا ولا قالوا له ايه؟ لا كل يعني انت عارفه المعوقات بقى، انت عارفه الروتين عندنا، انت عارفه حضرتك انت عارفه حضرتك عندنا احنا بنقول، انا بقول مقوله، لن ينصلح حال البلد دي ولن ينصلح حال مصر الا بصلاح حال المحليات. صحيح. طول ما المحليات فاسده وطول ما عندنا فساد وطول ما عندنا قرارات وقوانين ولوايح، هم دول بقى زي ما بيسموهم لا بيرحموا ولا يسيبوا رحمه ربنا تنزل. طيب انا سؤال اخير لانه فاضل عندي دقيقه واحده وارجو الاجابه عنه سريعا. اول طلب احاطه او استجواب من حضرتك تحت قبه البرلمان هيكون لمين؟ كل وزير الشباب. تمام. اول طلب احاطه انا اول طلب احاطه طالما زميلي العزيز هيقدم لوزير الشباب واحنا كلنا بنناشد الشباب واحنا طبعًا كلنا ورا الشباب طبعًا. انا اول طلب احاطه هقدمه لوزير الزراعه عن الحال السيء والمتردي للفلاح المصري. الفلاح المصري اللي بعد 25 يناير ما طلعش في مظاهره واحده وقطع طريق، ما طلعش قال انا يعني الاسمده غاليه، ما طلعش قال التقاوي بتاعتي غاليه، ما طلعش قال ان ان المحاصيل بتاعتي مش عارف اسوقها، ان انا مش عارف اعيش عيشه كريمه. فانا اول طلب احاطه مع الارض بشكل مباشر، واحنا اتكلمنا وشغال ان الارض فيها صرف صحي وان فيها ملوثه، ورغم يعني ذلك انه لما بيها يا مفيش مظله تامين صحي، مفيش مظله تامين صحي، فطبعا بنك يعني علاوة على بنك التنميه والائتمان الزراعي بقى بنك التنميه والائتمان الزراعي اللي هو بقول له ده يعني ده سيف مسلط على رقبه الفلاح. صحيح. انا اشكر حضراتكم شكرا جزيلا وربنا يوفقكم ان شاء الله لما فيه صالح هذا الوطن. اللواء شوقي الرخاوي مرشح حزب الوفد عن دايره اويسنا وبركة السابعة محافظة المنوفية، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ عبد الحميد الإمام مرشح حزب الوفد عن مركز المنصورة ومحل الدمنة، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتوني. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نرجع بعده نستكمل حديث البرلمان. شكرا.
لسه مكملين مع حضراتكم حديثنا مع سادة مرشحي حزب الوفد، ايه هي خطتهم ورؤيتهم لما يحدث في مصر الان، واللي بناء عليه هتترتب تكوين وجهات نظر او بلورة افكار تحت قبة البرلمان تصب في صالح هذا الوطن. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي الكرام، دكتور مهندس محمود عطية رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد ومرشح الحزب عن دايرة شبرا الخيمة اول، اهلا وسهلا بحضرتك. والأستاذ أمجد الشيخ مرشح حزب الوفد عن دائرة المطرية، أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية أنا محتاجة بس بطاقة تعارف من حضراتكم للسادة المشاهدين عشان نتعرف. أنا اسم محمود عطية حامد، ده الاسم بتاعي واسم الشهرة بتاعي محمود عطية، ومهندس في الأصل وخريج هندسة قسم كوميونيكيشن اتصالات يعني، بعدين درست علوم الإدارة، خدت ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هيري توت في اسكتلندا كلية إدنبرا، وبعدين كملت الدراسات بتاعتي وخدت دكتوراه في الاقتصاد من جامعة هيلبرت وانتهيت منها في 2014، ودخلت حزب الوفد في 2012 وبقيت رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الوفد. دخلت الانتخابات قبل كده في دايرة شبرا خيمة أول، وكانت ساعتها قائمة وكانت دايرة واسعة، وكنت راس قائمة ساعتها، وكان في طبعا قائمة الإخوان وقائمة السلفيين، وخد 57,000 صوت، كان حوالي 45,000 صوت من دايرتي بس من شبرا خيمة أول، وكان فاضل لي حوالي 700 صوت بس وأبقى نائب فئات، لكن للأسف خدوا العمال اللي بعدي عشان فرق الفئات والعمال، وكنا عاملين ريكورد كويس قوي، كنا جايبين 57,000 صوت في دايرة ما يجيش فيها 10,000 صوت بس، كنا واخدين حوالي 12%، كان فاضل لنا كسور ونبقى فئات، لكن خدوا العمال اللي بعدي في القايمة، وربنا ما أرادش وقلنا الحمد لله رب العالمين، فكملنا المسيرة واشتغلنا في العمل السياسي في الفترة اللي فاتت دي لغاية ما سبناش بقى حدث من أحداث في مصر ما اشتركناش فيه. اشتركنا في الدستور في 30/6، في نزلنا التحرير في 28/6، ونزلنا لغاية 3/7، كل الأحداث السياسية في مصر تقريبا كنا مشتركين فيها في الفترة اللي فاتت. قبل ثورة 25 يناير أنا ما كنتش مشترك في أي حزب خالص، ما دخلتش الانتخابات بالمرة، والحقيقة أن أنا دخلت الانتخابات ودخلت العمل السياسي ايمانا بيا ان الفجوات اللي سابتها الثوره ان مفيش صف تاني، كنا لازم الشباب نخش ونكمل عشان نسد الفجوات دي، والحمد لله دخلنا وقصرنا في دايرتنا ودخلنا في العمل السياسي والعمل العام، وبقينا الحمد لله اكثر تمرسا من الاول، ان احنا الاول كنا مش مفيش حد بيعلمنا حاجه يعني. بس تمام. ضيفي الكريم استاذ امجد الشيخ مرشح حزب الوفد عن دايره المطريه، بطاقه تعرف من حضرتك. الامجد رشاد عبد المجيد، شهرة أمجد الشيخ، خريج محاسبة، وطبعا اشتغلت الحمد لله يعني ما لقيتش فرصة عمل في الحسابات في أي بنك أو شركة، فاتجهت للقطاع الخاص أو العمل الخاص في الاستثمار العقاري، والحمد لله تمام يعني. طبعا الحياة السياسية أنا بدأتها تقريبا من سنة 2005، بدأت التمرس في الحياة السياسية في 2010، نزلت برلمان 2010، طبعا وقتها كان الحزب الوطني، وما أدراك ما الحزب الوطني، طبعا زورت الانتخابات بالكامل وما نجحتش، بعد كده دخلت بعد كده في الدورة اللي جم فيها الإخوان وبرضو الحمد لله ما وفقتش. فحضرتك طبعا الحياة السياسية بدأ فيها متغيرات جامدة صحيح، فلازم حضرتك من دور الشباب لازم يتواجد على أساس البلد، احنا النهاردة في احتياج للشباب، لأنه في حاجات كتيرة في البلد حضرتك في مصر بالذات في متغيرات جامدة، والنهاردة بتلاحظ حضرتك جميع الدول العدائية بتحاول تقسيم مصر بأي صحيح. شكل صحيح، ولكن الحمد لله من القيادة السياسية الحكيمة عندنا في مصر وبالشعب المصري الواعي لم ولن نسمح بذلك حتى لو كان على حساب دماء الشعب المصري بالكامل وأنا أوله. تمام. يعني الحقيقة دكتور محمود أكيد يعني البرنامج الانتخابي ده حاجة ما فيش أسهل منها، ولكن كل مرشح بيكون عنده ميزة تنافسية أو في منطقة معينة المنطقة دي بتاعته وشايف أنه دايرته محتاجاها في التوقيت ده. تمام. إيه المنطقة اللي حضرتك بتشوف أنك مؤثر فيها جدا أو بتعتبرها ميزة تنافسية عند حضرتك في مواجهة باقي المرشحين اللي نازلين قصاد حضرتك؟ والحقيقة عندنا الحزب عامل حزمة تشريعية كاملة وعامل برنامج تشريعي كامل في حالة أن احنا يعني نجحنا في البرلمان، بس يعني احنا بنتكلم عن دايرة شبرا الخيمة تحديدا. دايرة شبرا الخيمة هي دايرة كثيفة السكان،
كثيفة السكان وتمثل مصر بالكامل، لأن فيها صعايدة وفلاحين، فيها صناعية وفيها أغنياء، فيها فقراء، فيها مسيحيين، فيها مسلمين، فيها سلفيين، فيها إخوان، فهي مصر في دايرة صغيرة. فإذا دوائر مصر كثيفة السكان اللي بتتميز بكده شبرا خيمة لأنها بواب بحري، وهي كمان معروفة إن هي كانت الإخوان مسيطرين على الانتخابات فيها في السنين اللي فاتت، إلا إن هي بتتميز زي أي دائرة، زي المطرية وزي عين شمس وزي بولاء، إنها دوائر كثيفة السكان. دوائر كثيفة السكان بتعاني الأمرين من حاجة أساسية ومهمة جدا، اللي هي حاجتين: الإشغالات في الطرق، الإشغالات والقمامة، يعني مشكلة القمامة مشكلة الإشغالات، أو بمعنى صح مشكلة المحليات وقانون الإدارة المحلية والحكم المحلي الغير مناسب تماما في الفترة اللي احنا شغالين فيها في 2015. قانون اتعمل سنة 58 سما كانت المدن دي كلها تقريبا مش موجودة، وكانت أرياف معظمها، فما ينفعش ان هو يبقى متطور مع الحالي. قانون الإدارة المحلية غير مجدي بالنسبة لدوائر كثيفة السكان زي الدوائر بتاعتنا. فبالتالي أهم قانون بالنسبة للدائرة عندنا اللي هو العلاقة ما بين الناس، أو العلاقة بين الشعب والسلطة التنفيذية اللي هي في صورة الحي والمحافظة، هو قانون الإدارة المحلية والحكم المحلي. المفروض إن هو يتراجع، ويتراجع لصالح الناس، عشان خاطر لما الناس تيجي تشتغل تفتح محلات أو ورش أو تعمل أي مشاريع صغيرة، لأن احنا محتاجين أساسا الاقتصاد الموازي، أو محتاجين اقتصاد الناس مش اقتصاد الموجه بتاع الحكومة والكلام من ده، لأن الناس أساسا الاقتصاد إن الناس بتبقى بتدفع كل اللي عليها من التزامات، بتدفع الكهرباء وما فيها عليها من الرسوم بتاعه النظافه، وبتدفع الضرائب، وبتدفع كل اللي ما بتدفعش حاجات دي بتحبس، الا ان الناس ما بتاخدش خدمات كافيه، لان قانون الاداره المحليه اللي موجود اللي احنا شغالين بيه مش واضح ومش باين حق الراجل ايه او عليه ايه او ليه ايه، لان في فجوه واسعه ما بين قانون اتحط في سنه 58 وتقريبا ما اتطورش إلا تطورات بسيطة جدا، برضو ما نعرفش لصالح مين. احنا اول يعني اهتماماتنا ان شاء الله لو ربنا كرمنا في البرلمان الجاي نشتغل على قانون الإدارة المحلية اللي يخدم الناس في مناطق كثيفة السكان زي شبرا خيمة. تمام. بالنسبة لحضرتك أستاذ أمجد الشيخ، أكيد في كمان ميزة تنافسية إيمانا منك بأنه يعني دائرة المطرية هي دائرة كمان كثيفة السكان، وبالتالي فيها أزمات، هي في قاسم مشترك في أزمات بتعاني منها مصر كلها باللي فيها، ولكن أكيد المطرية تحديدا فيها مشكلات خاصة، وحضرتك بترتقي أنك قادر على حل هذه المشكلات، وأن ده موجود كميزة تنافسية عند حضرتك دون باقي المرشحين. حضرتك الدائرة الوحيدة اللي على مستوى القاهرة الكبرى معدومة الخدمات نهائيا، ما فيش فيها اي خدمات دائرة المطرية. حضرتك احنا النهاردة دائرة المطرية فيها اكتر او قرابة ما يقارب 4 مليون نسمة، للأسف لا توجد بينهم مستشفى عام ولا نقطة مطافي ولا اسعاف ولا بنك ولا اي حاجة، ولا شهر عقاري نموذجي ولا سجل مدني. طب هل حضرتك الاربعة مليون دول ما ينفعش ان يكون بينهم مستشفى عام او نقطة اسعاف او نقطة مطافي او بنك؟ ليه حضرتك؟ لانه احنا النهارده مصنفين في المطريه ان المطريه بؤره ارهابيه. لا يا فندم، المطريه ليست بؤره ارهابيه، ولكن المطريه فيها فعلا من المثقفين والمعلمين والمدرسين والاطباء ورجال الاعمال الصاعدين المحترمين، فارجو من الحكومه عدم تصنيف المطريه بانها بؤره ارهابيه، وتتنازل عن هذا الشيء نهائيا. سلوك عقابي تجاه مواطنين مصريين دي مسألة مرفوضة يا فندم. فيا فندم حضرتك النهاردة لما مدينة زي المطرية يقولوا عنها فيها بؤرة إرهابية، وما فيش أي مصرف ولا بنك راضي يبني فيها أي بنك أو مصرف، فيا فندم ده ما ينفعش. ليه؟ هل دائرة المطرية وقعت من القاهرة الكبرى؟ لا توجد بها خدمات. ولكن يا سيدة الفاضلة، في عند من جنب مني دائرة الزيتون، حدائق القبة، مصر الجديدة، مدينة نصر، كاملة الخدمات، حتى النظافة والتجميل يا فندم في المطرية معدومة نهائيا. فبكل أسف يا فندم أكوام الزبالة على جميع الشوارع في المطرية، وذلك يا فندم بيؤدي إلى كثرة الأمراض والأوبئة. صحيح. فالنهاردة يا فندم حضرتك لما يكون 4 مليون عندنا مستشفى تعليمي مهمل تماما، تخش يا فندم حضرتك المستشفى تلاقي المرضى نايمين على سراير مكسرة، نايمين في الطرقات في الحوش بتاع المستشفى. ليه يا فندم؟ هل 4 مليون دول فعلا هم ارهابيين؟ لا يا فندم حضرتك ما عندناش ارهاب، والحمد لله احنا اول امبارح كنا عاملين مؤتمر عام في المطريح جماهيري شعبي، وجات قناه الحياه صورته اكتر من ساعتين وربع.
كان في حشد بالكامل لا يقل من 9000 الى 12000، وكان منظر حضاري مشرف، وقناة الحياة مصورة، فالمطرية خالية تماما من الإرهاب ولا يوجد فيها أي مشاكل إلا نقص الخدمات بالكامل. فالمطرية يا فندم أنا بعلنها من هنا على الهواء معدومة الخدمات نهائيا. تمام. مهندس محمود، أول طلب إحاطة أو استجواب هيكون لمين يا فندم؟ لا هو بدري الكلام ده والحديث عن الكلام ده بدري شويه. ايه اكتر قطاع حضرتك بتشوف ان في مشكلات ويستدعي الحديث عنه؟ شوفي حضرتك، مصر كلها عندها مشاكل، يعني تقاس الحكومات في الدنيا كلها بمعدل البطاله، واحنا عندنا معدل بطاله عالي في مصر. فمعدل البطاله ده احنا بنقول حكومات، لان الشعب المصري هينزل دلوقتي ينتخب نواب، المفروض النواب دول هيجيبوا الوزاره او هيجيبوا الحكومه، فبالتالي الشعب المصري لما دلوقتي نازل ينتخب بينتخب 2 في 1، بينتخب نواب هيشكلوا حكومه، فبالتالي الموضوع معدل مش بس هيشكله حكومه وهيضعوا تشريعات وكمان في خدمات رقابه. طب ما هو الرقابه والتشريعات اذا ما كانتش تعمل خدمات للناس ملهاش قيمه. صحيح. التشريعات معموله في الاساس او القوانين معموله في الاساس، والرقابه على الميزانيه، الرقابه على الدوله، الرقابه على الصارمه على المحليات، ده كله لصالح المواطن عشان الخدمات بتوصل له. ما هي كلمه رقابه يعني ايه؟ يعني محاربه الفساد، وكلمه الفساد دي يعني ايه؟ الفلوس. الفلوس بتاعت الناس بتراقب عليها عشان ما تروحش في بنود او في حاجات من الناس مش محتاجاها، لكن لما نحافظ عليها اكيد هتلاقي فلوس. لما تحب ترصف في الشارع هتلاقي فلوس، لما تحب تبني مدرسه هتلاقي فلوس، لما تحب تعمل صرف صحي هتلاقي فلوس. فاذا دور البرلمان اللي جاي في الرقابه اكتر من التشريعات، لان الرقابه في الفتره الجايه اهم من التشريعات. احنا عندنا 300 400 قانون هنتراجع، في قوانين المفروض تتراجع من سنه 60 نراجعها تاني، ده ياخد شويه وقت، لكن اظن ان دور مجلس النواب اللي جاي في الرقابة أكتر من التشريعات، لأن الرقابة دي مصر بقالها 50 سنة بتتسرق يعني. فالرقابة دي بتجيب حق الناس، فلوس الناس بتتحافظ عليها، عشان خاطر لما نيجي نقول عايزين أي خدمة نلاقي في الميزانية وفي الوزن فلوس. ما احنا ممكن نقعد نحلم للصبح ونيجي نطبق ده ما نلاقيش فلوس، ما نلاقيش حاجة نعملها في الإنجاز. فأهم حاجة الرقابة على عليها. انا ما نسيتش السؤال، بس حضرتك مش عايز تجاوب عنه. لا انا جاوب طلب الاحاطه، وانا بحترم دبلوماسيه حضرتك ان ده من المبكر ان انا نتكلم. لا هو مش المبكر، انا هقول لحضرتك انا شخصيا يعني شايف ان المشكلات الرئيسيه للمصريين في المناطق الشعبيه زي دايرتي اهم حاجه عندها المحليات، فعشان كده انا اعتقد ان انا هيكون اول سؤال واول طلب احاطه او اول اهتمام هيكون لوزير التنميه المحليه. تمام، يعني ده متهيألي هيكون اول حاجه انا هركز عليها. لكن مشاكل الصحه والتعليم دي مشاكل كل مصر، مش مصر كلها. مصر كلها، لكن انا من مشاكل المحليات، فوزير التنميه المحليه متهيألي يكون اول، يعني انا اعيد له يعني مش دي شغلتي. تمام. طيب استاذ امجد شيخ، ايه اول طلب احاطه او استجواب؟ لو ينفع حضرتك ان انا اقدم طلب استجواب مشترك هقدمه لثلاث وزارات. ثلاث وزارات؟ ثلاث وزارات اللي هي ايه فن؟ الصحه والاسكان والتعليم. ليه حضرتك؟ زي ما قلت لحضرتك في البداية المطارية مهملة تماما من وزارة الصحة، مهملة تماما من وزارة التعليم، أي وزارة التربية والتعليم. حضرتك النهاردة زي ما قلت حضرتك النهاردة لما تروح ما فيش مستشفى عام يخدم 4 مليون، وده حضرتك قلة المستشفى العام تبقى كارثة على الدولة نفسها. ليه؟ الأمراض بتزيد عندنا، فده مكلف للدولة. صحيح. ولكن حضرتك لما يكون عندي مستشفى عام راقي لاستيعاب الكثافة السكانية اللي بتزيد يوميا في المطارية، ولكن يا سيدتي الفاضلة وزارة الصحة لا يعني ما فيش حد بيسأل عننا خالص. ده رقم واحد. طب ملف التعليم النهاردة يا فندم، المفروض الفصل الدراسي لا يتعدى من 18 إلى 25 إلى 30 طالب، ولكن عندي في المطارية يا فندم الفصل فيه من 65 إلى 85 طالب. فالنهاردة يا فندم دي تكدس رهيب. النهارده ال 85 لو انا عندي طفل صغير في المدرسه اصيب نزله برد هيصيب 84. صحيح. فهنا يبقى تكلفه على الدوله، ولكن لما يكون عندي الفصل من 18 الى 25 او 30 لو اصيب طالب هيعدي ال 29، ما يعديش 84. صحيح. ده بالنسبه يا فندم للتعليم. طب المنظومه التعليميه حضرتك ممكن نطورها ازاي؟ ليها حل يا فندم. اولا على وزاره التربيه والتعليم بمعاونه الحكومه وعن طريق مطالب مجلس النواب القادم زيادة مدارس في المطارية لاستيعاب الكثافة السكانية يا فندم. ما ينفعش لما يكون المطارية تعداد سكانها 1.5 مليون يبقى فيها مثلا 50 مدرسة، ولما تبقى 4 مليون هم ال50 مدرسة، طب 2 مليون اللي زادوا في المواليد يا فندم راحوا فين؟ اتعلموا ازاي؟ ما هو شيء طبيعي لما يكون الفصل فيه 40
لو احنا تعدادنا 2 مليون هيبقى 80 لما يكون تعدادنا 4 مليون. صحيح. فده من الخطأ، من خطأ الجسيم، وليس أقول الفادح عشان عيب، من خطأ الجسيم في وزارة التربية والتعليم إنه بيهتموا بدوائر وبيتركوا دوائر. ما هو أعتقد إن احنا تخطينا لفظ الجسيم دي ودخلنا على الفادح أو الفاضح إنجاز التعبير. لا حضرتك مقصودش يعني أنا هقدر أقول ده بأريحية وبضمير مستريح، لأنه اللي احنا بنشوفه هو حضرتك يعني أنا بتكلم كلام على مسؤولية. ما هو حضرتك أنا بقول أنا يعني لان انا والمشاهدين يعني انت مش غربه يعني اتكلمت في الموضوع ده. هنيجي يا فندم حضرتك لملف الاسكان. تمام. النهارده ملف ليه الاسكان؟ ملف الاسكان يا فندم ده بيأرق الشباب. النهارده الشاب المتعلم لما بيلاقي فرصه عمل وربنا يكرمه بيقبض كام مرتب حضرتك؟ هقول 700 جنيه او 1000 جنيه. ليه ده اخر منجها عاملين لهم شقق بنص مليون جنيه حاجه بلاش كده؟ لا حضرتك فيه بقول لك اسكان متوسط. لا في حضرتك حل افضل. ده انا ما اعرفش اجيبها دي. لا حضرتك فيه حل افضل. اللي هو ايه؟ انا هقول لحضرتك حاجه اتفضل. بس سيبيني اكمل. اتفضل. النهارده لما يكون الشاب عندي بيتقاضى مرتب 800 جنيه فبيضطر عشان يتجوز بياخد شقه قانون جديد ب 500 جنيه بيتبقى معاه 300 جنيه. تمام. هيعمل بيهم ايه حضرتك؟ ميه ولا نور ولا مجاري ولا صرف صحي ولا معيشه بيته ولا اولاده لما بيعيوا؟ هل هذا هو الحل يا سيدتي؟ لا الحل موجود في انا عندنا النهارده مساحه مصر 1,000,000 كيلومتر مربع احنا الشعب الكامل عايش فيها على 8 من 100. عندي 92% يا فندم من مصر اراضي خاليه صحراويه وفيها مناطق ممهده وتصلح لاقامه مدن سكنيه وشركات ومصانع صغيره لاستيعاب الشباب يا فندم. ولكن هقدر اقول لك الحل يا فندم، هو النهارده الحكومه لما ان شاء الله يجي مجلس النواب القادم وطالب الحكومه بانشاء مدن سكنيه جدا في الاراضي الصحراويه، ما انا عندي يا فندم مثلا في طريق من 6 اكتوبر الى الواحات حوالي 420 كيلو اراضي على ايسر وايمن الطريق، اراضي ممهده تماما وتنفع للزراعه والمدن السكنيه الجديده. طب ليه يا فندم الحكومه ان شاء الله ما تخصصش ليه اراضي لاقامه مدن سكنيه جديده؟ انت ما تعرفش انها متباعه ولا ايه؟ ليه يا فندم؟ انت ما تعرفش الاراضي دي متباعه؟ متباعة كلها؟ لا يا فندم، لا يا فندم، متباعة من زمان. أي أرض يا فندم في الدولة فيها ملك للدولة، وطالما هي ملك للدولة فيها ملك للشعب. الأراضي اللي حضرتك بتتكلم عليها دي من أول أكتوبر الواحات كلها متباعة. لا يا فندم، مفيش حاجة اسمها متباعة، في حاجة اسمها استرداد الحقوق للشعب. ولكن النهارده موضوع تاني بس هي متباعة يا فندم. انتهى عصر الفساد، انتهى عصر الفساد وانتهى عصر السرقة. دي أملاك دولة يا فندم. ما أملاك دولة اتباعت. أملاك دولة؟ رجال أعمال كتير جدا اتباعت. اتباعت لرجال أعمال. يا محمود بيه، النهارده أرض الدولة ليست ملكا لأحد ولكن هي ملكا للشعب. إذا كان في رجال فاسدين من الأنظمة السابقة واغتصبت هذه الأراضي فمن حق الدولة أن تسترد هذه الأراضي. نسترد الأول بها الشعب. يعني في حاجات اتنهبت المفروض ترجع، يعني ما ترجع الأول يبقى بنتكلم بعد كده في بونا. يعني احنا الأول كلام حضرتك مظبوط، ولكن يا فندم على مجلس النواب القادم ومطالبة الحكومة باسترداد الحقوق المنهوبة من الشعب واستعادها للشعب. صح هم انا بسمعهم كتير بيتكلموا في حكايه استرداد الاموال المنهوبه دي بس لسه ما شفناش اي اموال بتسترد. حضرتك عايز اقول لحضرتك حاجه، النهارده لما مدينه زي المطاريه اكتملت فيها 4 مليون وبيجي اي واحد صاحب بيت بيبني شقه، اي نعم انا لا اشجع البناء المخالف، فبيضطر غصب عنه يبني شقه مخالفه عشان يجوز ابنه، لانه ما بيدوش النهارده عشان يروح الرحاب او مدينتي او اماكن من اللي الدوله نهبت منها الارض بملاليم وياخد الشقه بمليون وبنص مليون. الشاب اللي متخرج جديد يا فندم ومتجوز هيجيب منين نص مليون ومليون؟ طب ايه هو الحل يا فندم؟ في حل اكيد، وانا عارفه انه بس انا حضرتك يعني انا ما عنديش اي مشكله ان هم ياخدوا الارض حتى ببلاش بس تبني. المشكله هم بياخدوا الارض ما بيبنوهاش اصلا. لا هقول يعني الاراضي، يعني انا ما عنديش مشكله ان في اراضي يعني تتاخد لرجال اعمال او ناس مستثمره بس يعملوها، يعملوها مصنع، يعملوها مستشفى. ما ده تشريعات حضراتكم انكم تحطوا يعني في التشريعات. المشكله يعني في ناس بتاخد الاراضي بتسقعها تقعد بها السنين. ما لا ما فيش كلام منه. وبعدين بتقطعها. ما هو ده بقى اللي احنا عايزين نقضي عليه. انما لو انت بتدي رجل اعمال ان هو يعمل مصنع او مدرسه او مستشفى مفيش مشكله، ما هيشغل ناس او هيسكن ناس ثانيه. وليه فتره زمنيه معينه ينتهي فيها من العمل. او يبقى الضغط على السكن. وعلى فكره ده موجود يا فندم، القانون دلوقتي موجود فيه الكلام ده انه انت عندك فتره زمنيه. ما بتطبقش لسه. حد قال؟ لا بتطبق يا فندم على ناس كتير. يعني انا عندي كان تجربه حيه انا شفتها بنفسي، كان احد رجال الاعمال المستثمرين كان قالوا له لا انت المفروض دلوقتي بقى لك 6 اشهر وما خلصتش بس الا 6% من الانشاءات فهتتسحب منك الارض وتتسحب. هو المفروض ده حصل فعلا، وحد يعني من الناس اللي معروف اسمهم يعني. طب حضرتك في حاجه افضل من كده واحسن من كده؟ الدوله
لو النهارده تحتضن رجال الاعمال الصاعدين اللي لسه بادئ ظهورهم وتخصص اراضي في الاماكن الصحراويه يا فندم، ورجال الاعمال فعلا في رجال اعمال صاعدين كتير وعندهم استعداد صحيح للدعم. يعني انا عندي فكره جيده والافكار الجيده الكثيره موجوده ومطروحه، بس هي فكره انه حد يسمع وحد ينفذ. اشكر حضراتكم ضيوفي الكرام، شكرا جزيلا استاذ امجد الشيخ مرشح حزب الوفد عن دايره المطريه، شكرا جزيلا لحضرتك. ودكتور مهندس محمود عطيه رئيس اللجنه الاقتصاديه بحزب الوفد ومرشح الحزب عن دايره شبرا الخيمة أول، شكرا جزيلا ليك المهندس. وطبعا قبل ما أنهي الحلقة، شكر واجب الحقيقة درع التكريم ليا النهاردة من اللجنة القومية للسكر. الحقيقة أنا لازم أهديه لأصحاب الفضل اللي هم زمايلي في البرنامج، وعلى رأسهم رئيس التحرير وليد عبد الرحمن وبروديوسر البرنامج أسماء فاروق، وأنا لازم أشكرهم على الهواء مباشرة، لأنه ما فيش حد بيعمل حاجة لوحده، في حاجة اسمها فريق عمل، فمني ليهم بقول لهم ألف مبروك عليكم، تستحقوا. إلى اللقاء. شكرا.